يا الله الله بدك تسجل يا الله على عشان هذا لك استنى استنى يسجل من تليفون عند بابا عافية 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 Does the pharmacological analysis what technical diagnosis حيكون؟ طبعاً كلش صعب وكلش مهم وكلش بشغلات دقيقة لازم ننتبه عليها. إحنا شرحنا بالدايجنوسيس ووضحنا الموضوع وش قلنا؟ قلنا إنه إحنا إشكت ما نسوي قياساتنا بالسكريتال إكزامينيشن إكسترا أورالي إنترا أورالي الأكيورسي اللي ممكن نحصل عليها بالدايجنوسيس توصل إلى نسبة 80%. ما ممكن يعني مثلا هسه احنا سوينا بالبيتنج ميثود اللي شرحناها بالبيت المحاضرات شفنا البيشنت كلاس 1 لو كلاس 2 لو كلاس 3 تمام او جينا قسنا فيرتيكال دايمنشن احنا كل قياساتنا كانت شنو تقول نقول انه البيشنت صار كلاس 2 زين عمي كلاس 2 هو شنو كلاس 2 شنو السبب ماكزيلا لو ماندبل يعني ماندبل راجع لو ماكسينا متقدم لو اثنين عاتهم اي ما واضح يعني كلينيكالي عرفنا انه البيشنت كلاس 2 بس ما عرفنا السبب وين فالسبب يحتاج لهذا يقلل من نسبة الاكيورسي الى 80% يعني عرفنا البيشنت هو كلاس 2 او عرفنا انه البيشنت كلاس 3 بس ما عرفنا البيشنت كلاس 2 شنو السبب ما عرفته فلهذا نحتاج الى مور اكيورسي والاكيورسي تحتاج الى فنوع من الستاندرايزيشن. الستاندرايزيشن وين تجي؟ تجي عن طريق الراديوغرافي. الراديوغرافي اللي نستخدمها هو السيفالومتريك راديوغرافي. هذا هو السيفالومتريك راديوغرافي. الستاندرايزيشن اللي صار بالراديوغرافي بي تو فيوز. إذا هذا الفيو لاترال صح؟ تشوفوه لاترال. هذا باللاترال فيو شو اقدر اقيس؟ اقيس شغلتين اولا اقيس يا ريليشن اقدر اقيس المجزلة الجو تو ذا سكول؟ لا يعني يا بلين اوكي يا بلين اول شيء اقدر اقيس الانتروبوستيريال الساجيتال بلين هاي اولا انا اقدر اشوف انه البيشنت كلاس 1 لو كلاس 2 تمام؟ هاي انتروبوستيريال واقدر اقيس الفيرتيكال صح؟ بس اقدر اقيس الترانسفيرس؟ ما ممكن فاللي يعوض الترانسفيرس هو الانتروبوستيريال ريتروغرافي نفسه بس البيشنت يكون تمام؟ اللي يستخدموها في حاله الاسيمتري بالفيشل اسيمتري اقدر اشوف انه اذا كان عنده بالهوريزونتال بلين بروبلم استخدم الانتروبوستيريال بس هو نوعا ما ديفيكولت كميجرمنتس ديفيكولت مقارنه باللاترال سيفالومتري بدايات اللاترال سيفالومتريك هو هذا كان ما كانوا يسموه سيفالومتريك كانوا يسموه كرانيومتريك شنو الفرق عن السيفالومتريك؟ واضح يعني حسب الصوره يعني شنو الفرق بين هذا هذا اكس راي ذاك على الطبيعه يعني هذا بس الكلام هذا ماندبل هذا بس السكول لا 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 اكو ماندبل هاي صوره قديمه لانه اكو ماندبل يبطل الماندبل شلون؟ هذا يعني هذا دكتور برنسبل على المتوفين ناس ميته اه برافو عليك مو حي ناس واحده ما ناس ميته ناس ميته يعني الكرينيومتري هو عباره عن ميجرمنت فور سكولز for non-living persons تمام؟ أنا شو استفدت؟ أنت أخذ البرنسبل هيك استنى مو لا أنا شكرت أنا هذا الكلام بدايات السيفالومتري كان أما كان استفدت من زمان يا أخي هي من شوي شوي يعني حبة حبة صح لا لا يعني مو كلش يعني كانوا خطية فطاح وصلوا للسيفالومتري روب رأسا ما ممكن صح لا لا أول شيء بلشوا بالكرانيومتري كلامك صحيح اكو عندك variation مال thickness مال soft tissue تمام؟ اكو variation بالhuman beings الكلام الثاني اللي هو كله صحيح ما اهم من ذلك انا شو استفاد يعني هو شخص مات يعني شو استفاد من عنده مو؟ اذا التغيير صار بالكرانيومتري من صار الاختراع الراديوغرافي يعني من يعني الشغل الانثروبولوجيست والساينتست والاناتومست كلهم كانوا يشتغلون على الكرانيومتري من صار اكتشاف الراديوغرافي
دخلوا الكرانيومتري ويا الراديوغرافي حصلوا لهم على سيفالومتري راديوغرافي تمام. بس شنو كان يحتاج؟ يحتاج الى ستاندرايزيشن. يعني شنو ستاندرايزيشن؟ مو انا اجي اوقف البيشنت كيف ما يكون اوقف ناخذ لك اشعه وهاهي، لا ما ممكن. اذا اشكل الوضعيه راح يصير الوضعيه مخربطه. يراد ستاندرايزيشن بالقياسات مالتي، يعني من اجي انا اقيس شغله لازم يكون عندي الشغله مضبوطه، قياساتي مضبوطه. لهذا جاء عالم ثاني برودبيند وهوفورد. برودبيند من امريكا وهوفورد من المانيا، اثنيناتهم افتر ورا الحرب العالميه الاولى صار عندهم مجموعه من الستاندرايزيشن، صار عندهم هذا السيستم السيفالوستات. السيفالوستات شو يقول؟ يقول انه عندي اكس راي ماشين تمام؟ يوقف على مسافة محددة البيشنت، البيشنت يحتاج له ستاندرايزيشن وفكسيشن للهيد مالته عن طريق تو اير رودز، تشوفون؟ تدخل بالاذن على وترزم الراس يسوي ستابلايزيشن بالهيد تمام؟ وعلى بعد مسافة معينة راح يخلون الفيلم. المسافة ثبتت بين 5 to 6 feet بين الاكس راي سورس والبيشنت هيد تمام، وبين البيشنت هيد والفيلم تقريبا 1 فوت السبيس صارت تمام. الستاندرايزيشن جت لي منين؟ من الايروز. هل معناها هاي ستاندرايزيشن خلاص اكيوريسي صارتني 100%؟ لا. اختلاف الثيكنس مال سوفت تشو، اختلاف البادي بولت، كلها خلى انه اكو عندي بعض التغييرات اللي تصير. هذا ياثر على السكتر، يعني حتى ياثر على السكترز مال الاكس راي بيم مالتنا. فشي يصير يعطيني ماجنيفيكيشن مختلفه، يعني كل اكس راي اخذها تنطي ماجنيفيكيشن تختلف عن الثانيه. طبعا هذه تاثر وين؟ بالمقارنات. يعني مثلا جاني بيشن واخذت له اكس راي قبل ما اشتغل افضل التريتمنت، اخذت له الاكس راي كملت واثناء التريتمنت احتاج اكس راي ثانيه عم اشوف المقارنه بين قبل والاثناء تمام، او كملت العلاج مالتي واخذت اكس راي ثالثه. فهاي التغيير اللي يصير كل وحده من اخذها اذا بيها ماجنيفيكيشن تختلف عن الثانيه او ما عندي ستاندرايزيشن، يعني القياس هذا ما اقدر اقارنها ويا قياس الزاويه الثانيه ولا اقدر اقارنها ويا قياس الزاويه الثالثه اذا مو نفس الماجنيفيكيشن. لهذا بالاكس راي لو ننتبه لهاي الصوره من قبلها قاموا ينزلون هذا السكيلر، هذا احنا تشوفون المسطره، هذا هاي المسطره تعطيني الستاندرايزيشن بالماجنيفيكيشن مالتي. يعني المسافه بين المسطره بين وحده ووحده تستخدم في كل اكس راي ينخذ للبيشنت الواحد تمام. هاي على مود شنو؟ على مود يضبطون الماجنيفيكيشن مال الاكس راي مالتهم. صارت واضحه؟ زين. استخداماتها وايد استخدامات، كجروث بريدكشن بالدايجنوسيس عشان ما شرحنا قلنا لكم، يعني هسه احنا كل الشغلات اللي حكيناها بالكلينيكال اكزامينيشن يحتاج الى انه نثبت الشغل مالتنا عن طريق السيفالومتري كبري تريتمنت ريكورد، انا نشوف البروجريس مال التريتمنت وبالاند اوف تريتمنت، واكثر شيء يستخدموها بالريسيرش في حاله الابحاث. واحد يسوي بحث على يسوي كوليكشن من البيشنت، يجيب مجموعه من البيشنت ياخذ مجموعه من الراديوغرافيز يستفاد من عندها بدراسات بحثيه تمام. لحد الان هذه الماده الشرحيه المبسطه ما استفاد متر كانترودكشن، ما احتاج اكثر من هاي المعلومات. الشيء الرئيسي هسه لازم نشوي شلون نقدر نسوي اناليسيس للاستفاده المتر، شلون نقدر نحلل هاي الاكس راي جايت لي، لازم اني احللها، لازم اقدر افتهم شلون اتعامل وياها، شلون اشتغل عليها. عمليه الاناليسيس تبلش بهذا المصطلح تريسينج، يعني احول الراديوغرافي مالي الى مجموعه من الخطوط والرسومات المبسطه اللي تمثل لي شكل السكال.
اول ما اخذ الاكس راي لازم اني اشوف الكونديشن مال البيشنت، لازم اشوف ما عنده اي باثولوجيكال كونديشن، لانه بالباثولوجيكال كونديشن ياثر على الحراسات مالتي. الباثولوجيكال كونديشن يعني ما يكون عنده بروبلم بالبيتوتري جلاند، ما يكون عنده بروبلم بالاير ويز، لانه هاي الشغلات كلها تواجه تكون باللاترال سيفالومتري. يعني مثلا الاير ويز صار بها انلارجمنت، هاي المسافات ماكو، هاي الماكسيلاري ساينس هاي تصير بها انلارجمنت اكثر من اللازم، هاي تاثر على القياسات مالتي. من اخلص من الباثولوجيكال كونديشن ابلش بعمليه التريسينج. التريسينج يصير بالاتي، هاي السيفالومتري كارديوغرافي. طبعا اكو نوعيتين من التريسينج، اكو المانيوال والكمبيوترايز. اول شيء بلشوا اخترعوا المانيوال وبعدين صار بالكمبيوترايز. المانيوال انه من احصل سيفالومتري مالتي، هذا البيبر الخاص مال التريسينج اجي اخليها على الاكس راي تمام، وياها دارك روم، وياها الفيور خاص مع الاكس راي تنطي لايت من جوا بحيث توضح الصورة اكثر تمام. هاي تصير قطعة واحدة تلزق ويا الاكس راي الرئيسية وترسم فت خطين هنا وخطين وراها، على كل ما تفتحون الورقة وترجعوها تطابق الخطين، يعني معناها تعرفون ما غلطت تمام. تبلشون بالتريسينج. التريسينج شو تسوون؟ تبدون ترسمون الاوتلاينز مال سكال، يعني هذا السكال تبدون ترسمون الاوتلاينز مالته، يعني ترسمون الفرونتال بون، تبدون ترسمون خطوط الماكسيلا، تبلشون ترسمون الماكسيلاري تيث مانديبولار تيث، تبلشون ترسمون الماندبل شويه شويه تشوفون، بحيث يصير عمليه التريسينج واضحه. ننقل صوره السكال على هاي الورقه تمام. هاي كانت البدايات، المانوال واللي هو لحد الان يعني يستخدموها، مو ما يستخدموها الكيسات الاحاديه. بالريسيرش وبالاورثوغنافيك سيرجري اضطروا انهم يطورون الحاله الى ان يستخدمون الكمبيوترايز، يعني الاكس راي دخلها بالكمبيوتر، دخلها من بروجرام خاص، سوفت وير خاص، هي تحدد لك النقاط وترسوي لك التريسينج وتكمل لك اياها. وطبعا البروجرامات بيها درجات من تطور مختلفه، اكو بيها درجات انه تسوي بريدكشن للموفمنت، يعني مثلا هاي طبعا اكثر شيء تستفادوا من اكثر بالاورثوغنافيك سيرجري، يعني مثلا تريد انه الماكسيلا تقدم لها شوي اكثر من اللازم، فتنطي بريدكشن بالبروجرام تطلع الماكسيلا اكثر من اللازم عشان تشوف الريزلت اللي تحتاجها تمام. هاي كمبيوترايز، بس احنا عارفه راح نشتغل على مانوال تايب تمام. صارت انه ورا ما نرسم هاي الخطوط صارت انه عمليه الشغل مالتنا عن طريق اول شيء بوينتس، نقاط، يعني كل جزء بالسكال راح اعينها بنقطه، وهاي النقطه ورا ما احددها على الرسم مالي راح انطيها نيم، انطيها تسمية، وكل تسمية عندها ابريفيشن مختصر تمام، والتعامل حيصير ويا المختصرات. كل نقطة عندها نيم، وكل نيم انطي ابريفيشن خاص بي، وحتى عاملي راح يكون ويا الابريفيشن، وكتابة الابريفيشن انتبهولها كلش مهمة، بها طريقة خاصة بها تختلف اختلاف كلي بين حالة واخرى، بس حاعلمكم عليها تمام. ولما نعين النقاط راح تجي نقطة ويا نقطة، من اربط نقطة ويا نقطة شو احصل؟ لاينز يسموها بالبلين او اللاينز. ربطت نقطة ويا نقطة حصلت على مجموعة بلين، من اربط بلين ويا بلين ثاني شو احصل؟ انجلز. صار عندي بوينتس، صار عندي بلينز، صار عندي انجلز. لا كل واحد راح يكون عنده نيم وابريفيشن خاص به يختلف عن الثاني، بس هو صار عندي بوينت وصار عندي بلين وصار عندي انجلز. شغلي راح يصير لينير ميجرمنت
وانجلر ميجرمنت. شو هيصير؟ لينير ميجرمنت قياسات خطيه وقياسات زوايا. انجلر ميجرمنت راح اعرف النورمال من الابنورمال، يعني اقيس لي في الزاويه يوضح لي الريليشن شيب ماي ماكسيلر ويا الكرانيوم في زاويه معينه مثلا. تمام، هاي زاويه عندها قياس نورمال. من اجي يجيني البيشنت اقيس الزاويه معته واقارنها ويا النورمال، اعرف اذا كان نورمال او اب نورمال. صارت واضحه؟ تمام، لحد هاي كمقدمه يعني. تمام، هسه راح ندخل بالتفاصيل. تمام، زين، راح نبلش بالبوينتس. كل بارت بمجموعة من البوينتس تختلف عن الثانية. راح ناخذ أول بارت هو الكرانيوم، هذا هنا، هذا الفوق، هذا الفوق عندنا تو بوينتس الرئيسيين هنا، تشوفون بوينت S وبوينت N. بعد أول بوينت عندنا بوينت يسموها بالسيلا، والبوينت الثاني بالنيزون. يعني البوينت اسمها سيلا والبوينت اسمها نيزون. اريد اعرف، اريد اسوي تعريف البوينت سيلا، هو شو حيكون؟ راح يكون الميد بوينت اوف ذا سيلا تورسيكا. هاي تشوفون هذا حدود هذا الرسم الدائري اللي هنا صاير، تنتبهون هذا، هذا يمثل لي السيلا تورسيكا اللي هي مال بيوتري جلاند. فشي شكل دائري صاير، تقعر صاير صغير. هاي الدائره من ارسمها بالتريسينج، شوف شلون مرسومه هنا بالتريسينج. تمام، تشوفون هاي الدائره شلون مرسومه. هاي من ارسمها اعين المنتصف مالتها، اخلي النقطه يمثل لي بوينت سيلا. السيلا الابريفيشن مالتها، على ما اقدر اسوي الابريفيشن، ينخذ اول حرف من الكلمه بعد اس واكتبها كابيتال ليتر. اذا واحد كتب وياها سمول ليتر اعتبر لها غلط. ليش؟ لانه بوينت اس سمول ليتر معناها سيلا تورسيكا اوف سوفت تيشو، يعني سوفت تيشو بوينت. اي نقطه بالسوفت تيشو تنكتب سمول ليتر، اي نقطه بال كابيتال ليتر يعني معناها بونز. تمام، تعامل ويا منو؟ ويا بونز. يعني من يجيني اس كابيتال ليتر افتهم سيلا تورسيكا مال منو؟ كبون. من اجيني سمول ليتر افتهم يعني معناها سوفت تيشو، تعامل ويا سوفت تيشو. صارت واضحه؟ اذا بوينت اس اللي هي مال سيلا تورسيكا يمثل لي الميد بوينت اوف، الميد بوينت اوف سيلا تورسيكا. هذا اعين النقطة اكتب عليها كابيتال لتر اس. صارت واضحة؟ النقطة رقم 2 بوينت ان بعد هذا. هذا هنا شنو عندي؟ الفرونتال ساينس. هذا اللي تشوفون هذا الفراغ، هذا يمثل فرونتال ساينس. هذا فرونتال بون، صح؟ فرونتال بون يجي يربط ويا فد عظم صغير كلش، هذا اللي تشوفون هذا المثلث الشادو اللي هنا. هذا النيزل بون. منطقة التقاء الفرونتال بون ويا النيزل بون راح يصير عندي في الدبرشن هنا. هاي هذا الدبرشن، هذا الدبرشن يمثل لي الانتيريور بارت اوف فرونتال نيزل سوتشر، صح ولا لا؟ من يربط الفرونتال بون ويا النيزل بون منطقة الالتقاء اكو سوتشر هنا، صح ولا لا؟ هذا الخط المزقزق يصير. هاي النقطة، أول نقطة بالالتقاء اللي هي أول شيء يصير هنا يعني بهذا التقعر هنا، أول فراغ صغير يصير بين التو بونز يمثل لي بوينت N النيزون. اللي يكتب لي اياها سمول ليتر N اعتبر لي اياها غلط، لأنه اكو سوفت تيشو نيزون، يعني تصير موقعها على سوفت تيشو وليس على البون. موقعها وين يكون؟ على سوفت تيشو، لانه احنا بسيفالومتريك نقدر نتعامل ويا سوفت تيشو. صارت واضحه؟ مو بس ويا بون. مفهوم الكلام؟ تمام؟ زين، صار عندي هسه تو بوينتس. بوينت اس اللي يمثل لي ميد بوينت اوف سيلا تورسيكا، وبوينت ان اللي يمثل لي فرونتال نيزل سوتشر. تمام؟
يصير عندي خط مستقيم واحد يسموه S N plane. ربطنا point S ويا point N صار شنو؟ S N plane يمثل لي cranial base. أحد اللاينات راح نتعامل وياها بشغلنا ضمن الكرانيوم يسموها بالكرانيوم base. تمام؟ point S with point N ربطناهم حصلنا على one plane يسموها بالS N plane. شو يسموها؟ S N plane. من أجي أكتبها S capital letter N capital letter plane. رجاء كتاباتكم تكون يعني ترى كلش مهمة كتابة السيفالومتريك. يعني حتى اللي يدرسون ماجستير ويدرسون دكتوراه يعني اللي يمتحنون السيفالومتريك يركزون على نوعية الكتابة كلش مهمة. تمام؟ ما ممكن تكتبوها small letter حتى وين كان من البلين. تمام؟ ترى اكو تغييرات بعد اكو متغيرات بالموضوع. أول حرف من كل كلمة سلة S نيزون N اثنيناتهم كابتل لتر. من اجي اكتب S N بلين اكتب S كابتل لتر N كابتل لتر. صارت واضحة لحد الآن؟ شو يمثل لي؟ يمثل لي كرانيال بيس. هاي أول نقطتين من هذا البارت. راح نجي ناخذ ثاني نقطتين ضمن الكرانيال بيس بعدنا. ثاني نقطتين P O و O R. P O و O R راح نبلش بال O R. ال O R هو or B T L. من هو؟ أوربيتال مال عين. تمام؟ المختصر مالته O capital letter من نستخدم حرفين من نفس الكلمة أول حرف تكون كابتل لتر لأنه بوني ستراكتشر، ثاني حرف اللي من أستخدمه لازم يكون سمول لتر. يعني ما أكتب O R هذا غلط ولا O سمول R سمول غلط ولا O سمول R كابتل غلط. لازم أكتب O كابتل ثاني حرف من نفس الكلمة شي يكون small. إذا تعددت الكلمات مرات الاسم يكون طويل أكثر من كلمة يعني كلمتين أو ثلاثة. نأخذ أول حرف، أول حرف دائما شي يكون capital letter. يعني من تأخذون أول حرف من كل كلمة يكون capital letter. من نأخذ ثاني حرف من كل كلمة شي يكون small letter. وبالتالي O capital R small. تمام؟ هذا لو كله غلط. صار واضحة؟ الأوربيتال شنو هو تعريفه؟ بعض ترى تعرف النقاط هم مهمة. تسميتها الابريفيشن مالتها إضافة إلى تعريفها كلش مهمة. خلوها ببالكم. الأوربيتال هو the most inferior anterior point of the orbital cavity. يعني هذا نحن من نجي نسوي تريسينج لازم نرسم الاوربيتال كافيتي. بعد تشوفون هاي دائره شو واضحه هنا بصوره التريسينج. نرسم الاوربيتال كافيتي على شكل دائره. ناخذ the most inferior and anterior point من الاوربيتال كافيتي. راح يصير عندنا مشكله هنا. البيشنت من حياخذون الفيو راح يكون سايد فيو. تمام؟ الدايركشن حيجي من الاكس راي بيم راح يدخل بالرايت سايد يطلع من الليفت سايد من البيشنت. قبل الاوفرلاب كلام صحيح هو الاوفرلاب. بس شو حيصير؟ الفيو الامج الابعد هو راح يكون اقرب بالاكس راي صح؟ يعني الليفت سايد هو راح يكون اقرب حيكون واضح. مرات يصير اوفرلابينج لتو بارتس لانه اكو بعض الاشخاص بعض الكومبوننتس موجوده بالسيفالومتريك عندهم two parts صح ولا لا؟ يعني مثلا orbital cavity two orbital cavity. فان orbital cavity مال left side راح تتغطى بالorbital cavity مال right side. فشو حيصير؟ من حنيجي نرسم الorbital cavity راح يصير هالشكل. نرسم اول line من orbital cavity راح اشوف يصير ان line ثانية من orbital cavity. راح نحتار اخلي orbitali هنا لهنا.
دايمًا ترى مرات. مرات دكتور ما يطلع لي أوفرلاب يعني. إيه نعم 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 يصير أوفرلابين بين الرايت والليفت. تمام؟ من يصير عندي أوفرلابين إذا صار عندي الخطين قدرت يعني أحدد الخط الأول من رسمت التريسينج مال أوربيتال كارد صار عندي خط أول وخط ثاني لا أخلي على الخط الأول ولا أخلي على الخط الثاني أخلي على المنتصف صارت واضحة وأكتب عليها O capital R small. تمام؟ هذا منو؟ الأوربيتالي. على حدود الأوربيتالي أكو النقطة الرابعة اللي يسموها بالبوريون. P O بال بغير الكتب القديمة كانوا يستخدموها البوريون P R أو قسم يستخدمون P E بس هو جديد بوريون P capital O small. تمام؟ بي كابتل والاو سمول. تمام؟ البوريون شي مثل لي هذا البارت هذا اكسترنال ترميتس يمثل لي شوف التعريف upper point outer point من اكسترنال ترميتس upper point يعني اكسترنال ترميتس ترسم ورا ما ترسم تختارون upper point اعلى نقطه outer point من external auditory meatus بس عندنا مشكله بالتعيين مالتها شنو هو المشكله الايروز ماسيفالوستات اللي يدخل بالاذن راح تجي بهالمكان ايش يصير من نريد نحدد راح نلاقي صعوبه بالتحديد مالتها هاي النقطة المستوى مالتها هي نفس مستوى الـ head of the condyle of the mandible يعني الـ external auditory meatus هاي الدائرة الموجودة هنا هي نفس الـ level لازم تكون شنو الـ external الـ outer layer من الـ condyle مال mandible إذا قدرنا نحدد الـ outer line من الـ condyle of the mandible نمد شوية على مسافة posteriori نقدر نحدد the point of the البوريون شيء عملي أكثر شيء عملي أكثر إذا قدرنا نرسم الـ air roads اللي تدخل بالإذن دائرة مالتها قدرنا نرسمها نقدر هو نفسه نعتبره هو نفس الـ point مال الـ external auditory meatus ونختار أعلى part أعلى نقطة من هاي الدائرة على مسوي البوريون مالتها تمام؟ صار عندي البوريون الاوتر upper point outer point من external terminators ويا الاوربيتالي اللي هي inferior point anterior point من الاوربيتال cavity OR ويا PO نربط هذا اللاينين together نحصل على اللاين اسمه فرانكفورت بلين شو اسمه؟ سامعين من فرانكفورت بلين دائما لانها بالدايجنوستس نستخدمها انه البيشنت لازم يوقف يباوع على نقطه ثابته على مود الاوربت الفرانكفورت بلين كومبارنال تو ذا جراوند تمام هذا البلين هو عباره الفرانكفورت بلين اذا اقول لكم شنو هو الابريفيشن مال فرانكفورت بلين شنو هو يكون بوريون او كابتل بي كابتل او سمول اوربيتالي او كابتل ار سمول أوربيتالي بوريون ما في مشكلة. من هو أصلاً يعني مو مثل S N plane. S N plane اسمه S N plane. ما تقدر تقول N S plane. ماكو شيء شيء. اسمه S N plane. هاي متي منه. بس تسمية هذا يسموها بالفرانكفورت بلين. ما عنده اسم ثاني. اسمه فرانكفورت بلين. الابريفيشن مالته يسموها بالبوريون أوربيتالي. بس هو الأصح دائماً يبلشون من الـ right to the left القراءة مالته صح ولا لا يعني right to left يعني بوريون أوربيتالي ترى هذا هم يعتبر كcranial base حالة من حال الـ SN plane تمام؟ هم يعتبر من cranial base هسه صار عندي أربع نقاط point S point N نربطهم حصل على SN plane من cranial base وعندنا أوربيتالي وعندنا البوريون البوريون external auditory meatus الاوتر لاين من عنده والاوربيتالي هي most inferior point من الاوربيتال كافيتي.
نربطهم سويا نحصل على فرانكفورت بلين. اربع نقاط with two planes لحد الان خلصنا الكرانيال بيس. اكو سؤال لحد الان؟ تمام. عندنا الاربع نقاط ما ترتبط بنقاط الحصريات. ترى راح يربطون. يربطون يدخلون باناليسيس ويدخلون بانجلات وقياسات قيامه يعني. تمام؟ هاي بداية دفلتها. تمام؟ إذا دختوا قولوا لي. لا 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 لا. لا 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 إذا دختوا شوية نرتاح ونكمل. ما عندي مشكلة. إذا ما عندكم مشكلة أي وقتكم أنتم. أنتم ما يسمونكم طلاب، ما يسمونكم إعلاميين، مش عارفة. ليش؟ صرتوا إعلاميين؟ يلا هاي. دير بالكم إنه يخطفوكم. لا لا، ناشطين إحنا. تمام؟ زين، هاي أول نقطة. ثاني نقطة،
الانتيرير بوردر اوف ذا نيزل سباين اللي قاعد تقول عليها يسموها بوينت انتيرير نيزل سباين. يعني هاي الصوره بيها خطا مكتوبه A N S small خطا. لازم N cap A capital N capital S capital. أول حرف من كل كلمة anterior nasal spine. راح نشوف عبارة عن extension below the nasal cavity فتخطش البارز يمتد إلى النهاية. التب مالته يمثل لي anterior nasal spine. النهاية مالته من تمتد للنهاية ال posterior limits مال nasal spine نفسها للنهاية توصل للنهاية يمثل لي posterior nasal spine. الانتيريور ليميت بلو ذا نيزل كافيتي يمثل لي انتيريور نيزل سباين يمتد للنهايه يصير بوستيريور نيزل سباين. من اربط الانتيريور نيزل سباين ويا البوستيريور نيزل سباين احصل على بلين اسمها ماكسيلاري بلين. اسمها ماكسيلاري بلين او بليتال بلين. هسه ربطت بين نقطتين انتيريور نيزل سباين وبوستيريور نيزل سباين حصلت على الثالث بلين عندكم اللي هو ماكسيلر بلين. يعني حيمثل لي الماكسيلا من اريد اشوف ماكسيلر بلين اربط تو بوينتين انتيريور نيزل سباين بوستيريور نيزل سباين. مشكله عندي وين البوستيريور ليش دروب؟ لا دروب سهله دروب. منطقه البوستيريور نيزل سباين اللي هنا هاي بالضبط هاي هنا هاي النقطه تشوفون اصبع وين هاي المنطقة يصير بها eruption of the third molar. من يطلع الثيرد مولر يغطي على البوستيريور نيزل سباين بعد ما تبين عندكم ما تقدروا تشوفوها فما تقدروا تحددوها. الحل اكو بهاي المنطقة فد فيشر لاي بروجكشنز يسموها بالبتريجو ماكسيلاري فيشر. هذا نعم فت فيشر لاي بروجكشنز. نعم شوفوا يمكن الصوره اللي وراها توضح. بقى هاي الصوره نعم بقى هذا مو انتيريور نيزل سباين النهايه مالت البوستيريور نيزل سباين. اكو فت فيشر لاي بروجكشنز هذا تشوفون هذا الشكل النهايه مالت ترفع الفيشر يعني يكون مثل البالون الاسطواني نهايه الكور نهايته موحده. تشوفون هاي النهايه الموحده عبالك هاي النهايه الموحده تاشر لكم على البوستيريور نيزل سباين. يعني اذا شفتوا الثيرد مولر بمنطقه البوستيريور نيزل سباين اكو سن قاعد على المكان ما قدرنا نحدد البوستيريور نيزل سباين شو اسوي؟ ارسم حدود الفشار هذا الفشار بتريجو ماكسيلاري فشار التب مالته وين حيوجه؟ على البوستيريور نيزل سباين. صح واضح؟ هو راح يكون هذا البوستيريور نيزل سباين راح يبين بالاكس راي الفشل عفوا. الفشل واضح تكون. يبقى خب اشوف انا في جميل احوال انا قصدك؟ ايه. يعني مو اذا واذا عندك الثيرد مولر مو موجود راح يكون البوستيريور نيزل سباين سهل الرسم مالته. اقصد موجود الثيرد مولر بس الفشل ايضا راح يكون واضح فاعتمد على الفشل. اعتمد على الفشل هو قاعد لك اذا عندك ثيرد مولر راح تضطر وتعتمد على الفشل ترسم الفشل التب مالته ياشر لك على البوستيريور نيزل سباين. تمام؟ لو راح اخاف بعدين اشرح. مو اي يعني اذا واضحه بعد محتاج اسوي بترجو ماكسيلاري فيشر وارسم ما محتاج يعني تمام؟ اربط البوستيريور نيزل سباين ويا الانتيريور نيزل سباين احصل على ماكسيلاري بلين. اوكي. تمام؟ ماكسيلا خلصنا. 3 بوينت. بوينت A وانتيريور نيزل سباين وبوستيريور نيزل سباين. اربط ماكسيلاري انتيريور نيزل سباين ويا بوستيريور نيزل سباين حصل على ماكسيلاري بلين. تمام؟ ثلاث بوينتات اربع بوينتات صارت سبع بوينتات. كم بلينات؟ ثلاثة. اس ان بلين، فرانكفورت بلين، ماكسيلاري بلين. تمام؟ خلصنا ماكسيلاري. بلش ماندبل. بالماندبل اللي يقابل بوينت A بالماندبل بوينت B يعني B كابيتال لتر ترى هذا B وليس R B اللي هي نفس الشيء the deepest concavity
mandibular symphysis area. I anterior deepest cocout. أعمق نقطة. نفس الشيء تقول الالفيولار بون وحدود الليفل مالته من يكون التب روت مال اللور انسايزرز. اوكي؟ زين. نجي للبارت الثاني. عندنا البوغونيون. المختصر مالته بي كارتن او سمول وجي. اول حرف كابتن لتر، ثاني حرفين اخذناها من الكلمه صار عندي سمول لتر. البوغونيون شو اسمه؟ بوغونيون. البوغونيون يمثل لي the most anterior part of the chin. هذا المانديبولار سيرفيس اريا، يعني اجي ارسم الحدود المانديبول كلها هنا. ابرز نقطة من الانتيرير اسبيكت اوف ذا مانديبول يمثل البوغونيون. هاي هذا مرسوم على سوفت تشو، هو هنا لازم يرسم. تشوفون هذا اللاين مانديبول ارسمه، ابرز نقطة يمثل البوغونيون. اوطى نقطة من المانديبول نفسه ما سيرفيسز رسمناها، اوطى وحدة هاي اخر شيء من المانديبول يمثل لي المينتون. ام اي شو اسمها؟ مينتون. ام اي ابرز نقطة بوغونيون، اوطى نقطة مينتون. تمام؟ اخر نقطة هو الجونيون. جونيون من الجونيال انجل. اذا يعني وين ما يتمثل لي؟ الانجل اوف ذا مانديبول. جونيون جي او. جي كابتن او كابتن او سمول. تمام؟ الجونيون بها صفة مميزة. شو اسمها؟ يسموها بالكاستيميتد بوينت. كاستيميتد شنو معناها؟ يعني البوينت اللي حضراتكم انتم تخترعوها. يعني هسه كل البوينتات اللي حكينا عليها الاقي المكان اقشر نقطة، الاقي مكان اقشر نقطة، صح؟ يعني هسه كل هاي البوينتات الاس والال والترنيزل سباين، بوينت اي بوينت بي بوغونيون مينتون كل حكينا عليها، هاي كلها الاقي مكان او استخدم بعض الادله مثلا شيء يساعدني انه احلل وهسه اضرب اخلي النقطه. خلصنا من عندها المشكله وين؟ اضرب مالتي انت مصطلحات قاعد عادي مشوها تمام. مشكله بالجونيون. الجونيون ماكو شيء اخلي على بون، لانه بالجونيال انجل هاي الزاوية هي مو زاوية تب عندها، لا هي زاوية دائرية، صح ولا لا؟ اضافة انه عندي تو انجلز، الرايت سايد والليفت سايد، حيصير اوفرلاب. الحال شنو؟ اجيب مسطرة ارسم اللور بوردر اوف ذا ريما اوف ذا ماندبل. ماندبلر باقي هذا الريم السيرفيسز هذا كله ارسمه، اسوي لي خط او طويل يمثل لي اللور بوردر اوف ذا ماندبل، ويا ارسم البوستيريور اسبيكت اوف ذا ريموس. بعد من ارسم هذا اللاين، هذا اللاين شنو هو؟ بوردر اللور بوردر اوف ذا ماندبل. تمام؟ والبوستيريور بوردر اوف ذا ريموس اتقاطعوا لو ما تقاطعوا؟ طبعا التقاطع حيكون خارجي، لا بعرفهم حيجين تقاطع على البون، فشي خارجي يعني هنا حيصير، يعني ارسم هذا اللاين ويا هذا اللاين حيصير تقاطع هنا خارجي، تمام؟ هذا التقاطع امد من التقاطع الى اول بارت من الانجل. تمام؟ هاي النقطة اللي احوصلها هنا شو يمثل لي؟ تمام؟ أعيد. الجونيون هو يمثل الأنجل of the mandible. جونيون يمثل الأنجل of the mandible. المختصر مالته G capital O small. هي عبارة عن custom-made point. شلون؟ إنه أرسم two lines. أول لاين يمثل لي اللور بوردر اوف ذا مانديبل، والثاني ارسم لي هو البوستيريور بوردر اوف ذا ريموس. يتقاطعون بنقطة، منطقة التقاطع امدها على الانجل احصل على هاي النقطة يسموها بالجونيون. تمام. نعم؟
احنا هنا مرسوم دايركت، لكن هو عبارة عن خط مرسوم وخط مرسوم، منطقة الالتقاء صار عندي الجولدن انجل. تمام؟ اربط الجونيون ويا المينتون احصل على رابع بلين مانديبلر بلين. جونيون ويا المينتون حصلت على مانديبلر بلين. صارت واضحة؟ هاي البلينات والانجلات اللي انتم تحتاجوها خلال دراستكم هاي السنة. صارت واضحة؟ زين. خلينا نختبر على الاعلاميين الموجودين. رقم 2 شنو؟ هذا مال البيتيوتري اجلال شو اسمها؟ الاس سله. هي هاي هي سله 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 كابتل اس الابريفيشن مالته. عفوا. زين رقم 1 شنو؟ نيزن كابتل ان. كابتل ان. عفوا. زين رقم 21 شنو؟ مال اوربيتال. اوربيتال هذا نعم 21 هاي 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 او كابتل ولا عفوا اوربيتال. زين رقم 25 شنو؟ ماكسيلا بوستيريور نيزل سباين. عفوا بوستيريور نيزل سباين. برافو عليكم والله شطار. زين رقم 24 شنو؟ انتيريور. انتيريور نيزل سباين. اي ان اس ولا كاب؟ الخمسه زاويه اي او لا التسعه زاويه اي. خمسة على خمسة عشتو. تسعة هاي لا خمسة هذا تيب باين الانسايزر. ها يعني تفهم ما شفته؟ زين انطوني يا هي الارقام ما تنطيني مانجوبلر بلين 16 و 18 ويا هو تنطيني كرانيال بيس ال ال لا لا واحد واثنين يسموها بالفانكشنال اوكلوزال بلين. من اسمها الفانكشنال اوكلوزال بلين يعني لازم الاسنان تكون بالماكسيمم انترفيتيشن. يلتقي الابر 6 ويا اللور 6 بهاي النقطه اعينها. هذا الحدود مال فانكشنال اوكلوزال بلين يسميها البوستيريور بوينت اوف ذا اوكلوزال بلين. شفتوا ابر 6 ويلتقي الابر انسايزر ويا اللور انسايزر بهاي النقطه. اربط هاي النقطة 27 ويا 28 احصل على الفانكشنال اوكلوزال بلين اللي تحتاجوها هالسنة ضمن الاناليسيس مالتنا. بس دكتورة بهاي الحالة لازم اخلي البيشنت بالماكسيمم انتركسبيشن لما اخذ له الاكس. وانت حسب القراءة قراءات تحتاجها انت البيشنت حيجيك مو حتسوي له كل القراءات حتسوي له قراءات معينة. شيء انت تحتاجه يعني ليش دزيتها؟ دزيتها على هالقراءات يعني مو كل القراءات حتسويها. فاذا تحتاجها حتقول له بتاخذ في الاسنانك. دكتورة الاسمتر اللي قد يجيني بالبيشنت شو راح اقدر اميزه؟ ما اقدر. اها الشيء الوحيد اللي ما اقدر اشوفه باللاترال سيفالومتري هو الاسمتري. لهذا نحتاج للانتربوستيريور. الشيء الوحيد سوفت شو اقدر اقيس؟ الدنتال اقدر اقيس، الانتربوستيريور سكليتال كله دنتال كله اقدر اقيسه. هسه حتشوف بالاناليسيس الشيء الوحيد اللي ما اقدر اقيسه باللاترال سيفالومتري هو الاسمتري. تمام؟ تعبت لو اكمل؟ كمل لا لا كمل يعني اكمل عيني عندي ربطنا هسه البوينتس ويا البلين والانجلز عرفنا عليها عرفنا على كل التسميات وكل النقاط وصارت كلها واضحه. هسه هذا الشيء الكلام كله اللي درسناها راح ندخله ضمن اناليسيس. جو علماء يعني جاء واحد اسمه ويت اناليسيس ولا جاء ستايلر اناليسيس ولا فاحمن اناليسيس. كل واحد عنده فكره معينه وسبب الافكار المختلفه هي سببها تعيين النقاط. تشوفون كل نقطه اقول لكم يا بها مشكله. عين فلان نقطه بها مشكله، هذيك النقطه بها مشكله، هاي قلت اعرف اوفرلابينج اكو تو اوبجكت واعلو عده مشاكل. فكل كل واحد كل عالم من يجي يسوي اناليسيس
عنده تفكير معين، شيء يقول هاي النقاط مو سهل نعينها، هذا ما نعتمد عليها، نعتمد على فلان وهكذا. احنا كدراستنا احنا مو ابحاث حنسوي، احنا نريد شغلات اساسيه نتعلمها، شغلات نقدر نشوفها بشغلنا. يعني نجينا بيشنت ما حد دخل الدراسه، راح دخل انه انا بدي اشوف الدايجنوز المضبوط مالتي شنو اللي احتاجه. يعني جمعنا الاناليسيس مال عده علماء دخلناها ضمن سيستم واحد، هذا السيستم الواحد راح نقرا بها شغلتين، ثلاث شغلات عفوا، السكريتال باراميترز، يعني اشوف البيشنت سكريتال شنو المشاكل اللي عنده بالتو بلين تبون فيرتيكال وساجيتال، يعني انتروبوستيريال وبالفيرتيكال، تمام؟ هاي اول شغله. هشوف الدنتال باراميترز، اشوف شو عنده من مشاكل بالدنتال، الانكلينيشن مال التيث، سن طال طالع من مشكله ما عنده مشكله، اضافه للسوفت تشو باراميترز فقط. يعني البيشنت اللي يجيني اخذ لاتراسيفالومتريك سكريتال باراميترز اشوفها بالساجيتال بالفيرتيكال بلين، واشوف الدنتال واشوف السوفت تشو. كل واحد عنده مجموعه من القراءات اللي اعتمد عليها تختلف عن الثاني، صارت واضحه؟ زين اكثر مساله امسح هاي والله خوش مسح. خوش مسح. خوش. تمسح سريع مع صبورة سريعة مع. لا صبورة زينة دكتورة. زين. أول ما أول. أنا أيام زمان صبورة ما يصير. طبعا شيء. إيه تسع قلب. هذا ما شاء الله إن شاء الله إيجابي بيجي. طبعا شيء. طبعا شيء. محمد. يبلش سكريتال باراميتر ساجيتال وبعدين الفيرتيكال وبعدين الدلتا وبعدين السوفت تشو. انا غيرت. ليش غيرت؟ لانه يعني حضرتكم لو تروحون تقولون هسه المحاضره اللي هو ساجيتال سكريتال باراميتر، يعني دماغكم ينطف الراس وش ما تفهمون الا مو واضح. يحتاج تفتحون الفيرتيكال والدلتا يلا نبلش بالساجيتال. لهذا بالشرح انا بدي اوضح لكم الامر، راح ابلش بالسكريتال باراميترز الفيرتيكال اول شيء وبعدين الدنتال وارجع على الساجيتال، ما يخالف؟ وبعدين نحكي سوفت تشو باراميترز وانتهي الموضوع. بالفيرتيكال عندي ثلاث قراءات، يعني عند البيشنت اشوفه نورمال بالفيرتيكال او ابنورمال. السكريتال قاعد احكي وليس الدنتال، طلع كاحكيكم على سكريتال وليس ديتا، هالشيء هسه حاليا سكريتال باراميترز. بالفيرتيكال سكريتال عندي ثلاث قراءات، اول شيء ماكسيلر بلين، اكو شيء يدعو للضحك وانسونا وياك. لا دكتور انا على الحين غير مكانه، يعني غير يعني هو يعني هو صار بروفيشنال مصور صح؟ لا فيعجبه انه يتحرك يمين يسار، انتوا تفهمكم صح لا لا؟ اول بلين ماكسيلر بلين، من هو ماكسيلر بلين؟ انتيريور نيزال سباين و بوستيريور نيزال سباين. كابيتال لتر كابيتال لتر ماندبلر بلين الجي وال جي جي او ام اي ام. احنا ورا ما عينا هاي النقاط وحصلنا على الماكسيلر بلين وحصلنا على الماندبلر بلين، اجي اقيس الزاويه مال هاي، يعني انتم تشوفون ما يلتقون هنا صح؟ لازم امدهم الى ان يلتقون. يعني اجي اسوي الماكسيلر بلين واسوي الماندبلر بلين، تشوفون يلتقون هنا، شو احصل؟ احصل على ام ام بي اي، هذا الاختصار مالته، يعني ماكسيلر مانديبولار بلين انجل، ماكسيلر مانديبولار، لانه هذول اثنيناتهم بلينات بلين انجل. ايش قد قياسها؟ 27 درجه بيها رينج،
موجب ناقص 5. إذا كان أقل من الرينج أو كان عندي أكثر من الرينج. إذا كان أقل من الرينج يعني بيشن جاني وسويت عينت النقاط المجزرتين وعينت النقاط المجزرتين وقست الزاوية بين المجزرتين والمجزرتين كانت القياس فرضاً 11 زاوية 11 درجة. شو أتوقع هاي الزاوية قلت هي 27 قلت صارت 11 من صارت 11 يعني أتوقع البيشن شي يكون عنده ديب بايت تمام؟ العكس من يجيني واحد هو 27 جاني 40 هو دكتور احنا القياس غريس على على الخط اللي مده مو المفروض نسوي بالعكس يعني الخط الدكتور هذا مده هيك شوف هذا مده هيك هذا كل ما زاد يعني من هناك ده يصغر زين عمي هسه انت اصوره اوفق بالتركيز بالدرس هاي صوره هاي اقول لك هذا مانجر بلاي وهذا مانجر بلاي هاي زاويه 27 هاي زاويه اذا قلت أكيد راح يصير ديب مو يصير أوفرلاب بالإنسايزر يعني ديب بعد مو ديب بعد يعني 27 إذا قلت صارت 11 قلت يعني شنو معناها ديب بعد أكو صفة مميزة بهذا البلين أو بهذا القياس إنه قياس مالتي إنه قاعد أستخدم هوريزنتال بلينز وأقرأ فيرتيكال إذا أنت فهم يعني استخدمت هذا اللاين اللي هو هوريزونتال بلين وهذا اللاين اللي هو هوريزونتال بلين اثنيناتهم استخدمتهم حصلت على شنو؟ على انجل يقيس لي الفيرتيكال ريليشن انت تفهموا الكلام؟ يعني تو هوريزونتال بلين استخدمتهم حصلت على قراءه بالفيرتيكال ريليشن تمام؟ هذا اول بلين استخدمه من فيرتيكال اللي هو يسموه ماكسيلاري مانديبولار بلين انجل قياسها 27 الزاوية الأخرى نفسها بس الفرق إنه بدل الماكسيلاري بلين هستخدم فرانكفورت بلين فرانكفورت بلين منو؟ انتيريور ليزنس فرانكفورت هلا قمنا نخبط لا هاي قصدي مال هذا ماكسيلاري بلين هذا ماكسيلاري بلين فرانكفورت بلين او ار مو ار اوربت والبي او بي او الفوريوم ويا الاوربيتالي فرانكفورت بلين مع الاكسترنال تيرميتس ويا الاوربيتال كافتي راح نقيسه ويا المانديبلر بلين الزاويه نفسها 27 لانه حسب الدراسات تقول انه من نجي نرسم الماكسيلر بلين ونرسم فرانكفورت بلين حنشوف اغلب الاوقات تكون الماكسيلر بلين فرن ويا الفرانكفورت بلين تمام؟ بما انه الماكسيلاري بلين مرات يصير عندنا مشكله بتعيين النقاط مال بوستيرير نيزل سباين فيفضل انه نلغي ونعتمد على الفرانكفورت بلين او اكو شخص عنده مشكله بتعيين الاوربيتالي او البوريون تمام؟ يلغي شيء يعتمد على الماكسيلاري بلين تمام؟ اكو مرات كلها واضحه وينقل القراءتين يعني هم اقرا ماكسيلاري مانديبولار بلين انجل هم أقرأ فرانكفورت مانديبولار بلين أنجل تعرفون ليش؟ من أنا جاني بيشنت وقريت الفيرتيكال ريليشن بالماكسيلاري مانديبولار بلين أنجل اللي قياسه 27 طلعت أكثر أو أقل افتهمت إنه هذا الشخص عنده سكيليتالي فيرتيكال بروبلم صح؟ بس ما أعرف إنه المشكلة بالماكسيلاري ولا بالمانديبول بس أعرف إنه هذا الشخص عنده سكيليتال بروبلم وليس يعني كان هو ديب بايت بس الديب بايت ما تسببه سكيليتال وليس دينتال مفهوم الكلام سكيليتال بس ما عرفت انه هو المشكله بالماكسيلا لو بالمانديبول فممكن انه استخدم اللاخ هذا الفرانكفورت مانديبولار بلين انجل اذا كانت الزاويه عندي مشكله هنا بالماكسيلا مانديبولار بلين انجل والفرانكفورت مانديبولار بلين انجل نورمال معناه المانديبول نورمال المشكله وين بالماكسيلا صارت واضحة؟ مفهوم الكلام؟
تمام؟ هسه صار عندي two angles. عندما يكون فرانك فورتم تختلف. يعني ماكسيلر مانديبلر بين انجل مختلفة. تمام؟ وبالفرانكفورت مانديبلر بين انجل مختلفة ايضا. يعني مثلا جاب بيشنت ماكسيلر مانديبلر بين انجل 11. شو ما قلنا ديب بايت. تمام؟ قصد الفرانكفورت مانديبلر بين انجل هم طلع لك 11. يعني مشكلة وين؟ بالمانديبل. وليس بالماكسيلر. صارت واضحة؟ بس الجيب بيشنت ماكسيلر مانديبلر بين انجل خلينا نقول 11. وجالك بالفرانكفورت مانديبلر بلين انجل 27 نورمال قياس. اذا المشكله وين؟ بالماكسيمم. صارت واضحه لحد الان؟ هاي قياس زاويتين استخدمها بالسكليتال فيرتيكال اناليسيس مالتي. ماكسيلر مانديبلر بلين انجل وفرانكفورت ماكسيلر فرانكفورت مانديبلر بلين انجل هاي زاويتين. راح ناخذ بعد القياسات الاخرى اللي هي اللاينر ميجرمنتس وليش الزوايا. ما عندي زوايا قياسات لينير ميجرمنتس يعني قياسات خطيه. انتيرير اند بوستيرير فيشال هايت. راح ابلش بالانتيرير فيشال هايت. الانتيرير فيشال هايت اللي هي المسافه بين النيزون والمينتون. نيزون اكبر حد عندي من النقاط اللي اخذناها صح النيزون هذا واخر حد من الماندبل هو المينتون صح لو لا. اقيس المسافه بين النيزون والمينتون احصل على توتال توتال تي كابتل انتيرير فيشال هايت. ايش قد قياسه بالنورمال 119 ملي. يعني جيني البيشنت اعين بوينت ان واعين بوينت المينتون هم اي تمام. اقيس المسافه بين الان والام اي لازم احصل على التوتال انتيرير فيشال هاي. ايش قد قياسه؟ 119. الحد الفاصل بين هذول البارتين اللي هو هذا الماكسيلاري بلين. اجي اعين ماكسيلاري بلين يقطعني اللاين كله الهايت كله يقطع الى نصين تمام. النص الاول يسموها بالابر انتيرير فيشال هايت واللور لور انتيرير فيشال هايت. تشوفون التسميات ماخذين اول حرف من عندها منطيها كابتن لتر صارت واضحه. اول شيء انتيرير توتال انتيرير فيشال هايت هي المسافه بين الان والمينتون شوف قياسه 119. يقطعهم ماكسيلاري بلين يعني المسافه من الان للماكسيلاري بلين يسموها بالابر انتيرير فيشال هايت. ايش قد قياسها؟ 54 مليون. تمام هاي القياسات ضروريه تحفظوها ترى ما مطلوبه القياسات ما زوايا اللي تاخذوها بالاناليسيس كلها مطلوبه 27 و27 وهاي 54 و119 مطلوبه. اقول لك اياها صراحه يعني انا اعرف 119 بس انا مرات انسى ال 54 وال 65 لان هاي درخ. درخ اي بس يعني هسه انا واحمد نفس القياسات هاي وكنا اثنيناتنا قصدي يعني هذه نعتمد عليها هذه ستاندرايز ولا؟ ستاندرايز. ما كملت الشرح راح تشوفون اكو ريشيو بيها وهي مو خلصت يعني كلهم بعد بيها ريشيو. طلبتوا من عندي عيد استيفانوتك ما عيده. لا ما عيده. ما نعيده. انا عيده. اكيد؟ اكيد جدا. طلاب مو موجودين دير بالكم يقولوا لي عيدي. كل ما انا اتونس من عيده. احب استيفانوتك. زين. التوتال 119 ابر فيشال هايت من البوينت ان للماكسيلاري بلين ايش قد؟ 54. اللور فيشال هايت من الماكسيلاري بلين الى بينتون. الحدود هم مهمه ترى. طلاب total anterior facial height هي المسافة بين point in والpoint mentor تمام؟ ال upper anterior facial height هي المسافة بين point in maxillary plane. ال lower anterior facial height هي المسافة بين maxillary plane للmentor تمام؟ ايش قد قياسها؟ 65. ننتبه
نقطة مهمة بهاي الحالة هنا 119 بـ 54 بـ 65 دبل. اللور انتيريور فيشل هاي يمثل نسبتها 55% من التوتال انتيريور فيشل هاي بالنورمال كونديشن. يعني حضراتكم مش ما قلت هسه من اجي انا اقيس ما بدك كمان تشبه يعني خمار اكيد اكو اختلافات بس النورمال ريشيو لازم شو تكون عندي اللور انتيريور فيشل هاي مو منتصف القيمه 55 اكثر من المنتصف ب 5% تمام. لازم يكون عندي زياده باللور انتيريور فيشل هاي مقارنه ويا التوتال انتيريور فيشل هاي نسبتها ايش قد 55% لازم تكون. صارت واضحة؟ ما دخلتوا؟ كلش ممتاز. زين خلصنا من الانتيريور فيشال هايد راح نبلش بالبوستيريور فيشال هايد. البوستيريور فيشال هايد الانتيريور هي الان والمينتون. البوستيريور منو هي؟ اس عافية الاس والجونيون جي والجونيون جونيال انجل. من اربط الاس ويا الجونيال انجل تمام راح احصل على التوتال بوستيريور فيشل هايت القياس ايش قد 79 ملي متر تمام. الفاصل بيناتهم منه نفسه هم المكسر هم ماكسيلاري بلين هم ماكسيلاري بلين. الفاصل هو الماكسيلاري بلين. ابر بوستيريور فيشل هايت اللي هي من منين من بوينت اس الماكسيلاري بلين 46. اللور بوستيريور فيشل هايت جزء اللي هي من ماكسيلر بلين للجونيون ايش قد 33. هاي ماكو نسبة هاي دائما تكون اللور فيشل هاي اقل من الابر فيشل هاي. هذيش لازم تكون اكثر لانه عندك الماكسيلا والماندبل والدنتيشن هاي كلها تزيد الارتفاع صح ولا لا؟ يعني هذا البارت اعلى من هذا البارت هاي ما بيها نسبة بس عندي نسبة بين التوتال بوستيريور فيشل هاي مقارنة ويا التوتال انتيريور فيشل هاي لازم تكون 65%. صارت واضحة؟ اكو سؤال لحد الان؟ الفيرتيكال باراميترز فور سكيليتال باراميترز اللي نستخدمها بالسيفالوماتريك اناليسيس هي ثلاثة. ماكسيلاري مانديبولار بلين انجل 27 قياسها. فرانكفورت مانديبولار بلين انجل هم قياسها 27. وعندنا اللاينر ميجرمنت اللي هي الانتيريور اند بوستيريور فيشل هايت. الانتيريور كل واحد يتقسم الى ابر ولور والبوستيريور يتقسم الى ابر ولور. البوستيريور نسبتها 65% من الانتيريور واللور انتيريور وليس البوستيريور. الانتيريور اللور تكون نسبتها 55% مقارنه ويا التوتال فيشل هايت. صارت اكو سؤال لحد الان؟ هذا خاص خلصنا فيرتيكال. اكمل؟ يلا يلا انت ايدك ما تعبت ايدك ما تعبت يلا لا 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 فري تشارج فري تشارج وضع المظاهرات وضع يتوضع دم ويتخربط بالشارع ويتخربط بالشارع ما في ايش ما في ويجي الناس يجي محاضرات ويرجع بالدنيا حاسه مضروبه ويصلحها عادي ما في شيء والله قصه مفروض علينا الدكتور قصه انا اقدر اساعدك انطي لك درجتين. الدينتال راح نقيس الانكليشن اوف ذا انسايزر مقارنه ويا البلين التابع لها. يعني من اجي اقيس ماكسيلاري انسايزر ريليشن شيب اجي اسوي ارسم اللونج اكسس مال ماكسيلاري انسايزر ذا موست بروميننت ماكسيلاري انسايزرز ارسم اللاين مالتها بحيث اقطعها ويا البلين التابع لها. البلين التابع للماكسيلاري انسايزر من هو ماكسيلاري بلين تمام. يعني ارسم الحدود يعني ارسم السنترال انسايزر اول سم بارز من التي من الدنتال ارش ابار ارسم الحدود مالته ارسم اللونج اكسس مال التوث واقطعها ويا الماكسيلاري بلين. ايش قد القياس تكون القياس 109 ديجري
تمام؟ يعني إذا patient جاي قياس ال inclination مال upper incisor مال maxillary plane قياس 126 أتوقع عنده عفوا عنده proclined بالتين الأسنان كلها طالعة قدام تمام؟ تمام؟ زين نجي للور the long axis of the lower incisors where the plane تابع لها شو اسمها البلين؟ ما ندري له عفوا ايش قد القياس مالتها؟ قياسها 93 هذا الافرج هاي الصوره بخليكم اياها قياسها 93 تمام؟ بس عندي مشكله ويا المانديبلر بلين يقول لك بين يصير المانديبلر بلين ستيبر حاد بها حداديه اكثر الاسنان بترجع لورا بالسيفالومتريك شلون يعني؟ هذا اللي يقوله يعني قصده بمقصد الكلام انه اذا الانكلينيشن مال مانديبولار بلين تغير راح ياثر على الانكلينيشن بالقراءه مالتك بالسيفالومتريك باللور انسايزرز هذا مقصد كلامه هو ما يتغير انسرا اورالي يعني البيشنت ما عنده مشكله بيها بس الانكلينيشن كقراءه اذا الانكلينيشن مال بلين زادت عن حدها راح ياثر على قراءتها ويا اللونج اكس مال توث انسايزر لان المانديبولار بلين بها مشكله تفهمني شلون؟ يعني التوث ما بيها مشكلة، المشكلة وين؟ بالمانديبولار بلين. الحل شنو؟ نيجي نقيس ماكسيلر مانديبولار بلين انجل، ايش قد كان قياسها؟ 27 انقص من عندها 120 120 ناقص الدرجة اللي تطلع لكم من الانجل يطلع لي الانكليشن مال لور انسايزرز. صار واضحة؟ تمام؟ الانكليشن عن النورمال عن نورمال تمام؟ يعني تنقص 27 من الدرجة طلعت لك من ال 120 من الدرجة طلعت لك من الانجل الانجل شقد طلعت لك 27 28 30 شقد بتطلع لك تنقص 120 من عندها تطلع لك الانكليشن اوف لور انسايزرز تمام؟ الاكثر استعمالا للكادنتال بارامترز هي هاي لا اني باكسلر بلين ولا مانديبولار بلين انا اريد اشوف الزاويه مالتي السن مالتي بانكليشن اكثر من اللازم او ما ابي اجي ارسم اللونج اكسس مال ابر انسايزر وارسم اللونج اكسس مال لور انسايزرز تمام واقيس الزاويه واقاطعهم من يتقاطعون شوفوا هذا اللاين الاول واللاين هذا البرتقالي الثاني اقاطعهم احصل على زاويه خارجيه هاي الزاويه الخارجيه اسمها انتر انسايزل انجل قياسها 135 دقري تمام الزاويه الخارجيه بين الابر انسايزر واللور انسايزر اذا كان ضمن النورمال اذا معناها نورمال انكليشن اذا كانت اكثر او اقل معناها عندي اختلاف بالانكليشن اوف ذا انسايزرز صارت واضحه تمام هسه صار عندي الاسكليتا فيرتيكال ثلاث قراءات ماكسيلر مانديبولار بلين انجل فرانكفورت مانديبولار بلين انجل واللاين ميجرمنت ها خلصناها الداتا بارامترز ثلاث قراءات الابر انسايزر تو ذا ماكسيلر بلين اللور انسايزر تو ذا مانديبولار بلين تمام والانتر انسايزر انجل صارت واضحه؟ نجي الى اصعب بارت من الاناليسيس اللي هو الانتر بوستيريور three angles مو three angles او three analysis بيها ثلاث شغلات راح ندرسها اول وحده اللي هي هاي المعروفه يسموها بال A N B angle point A بالماكسيلر point B mandible صح وpoint N اللي هي النيزون تمام راح اجي ارسم هذا الشكل وارسم هذا هالشكل احصل على هاي الزاويه الصغيره بوينت A ماكسيلا ال N هي النيزون والبوينت B ماندبل ارسم هذول اللاينين الزاويه الصغيره بيناتهم يمثل لي بوينت الانجل A N B انجل A N B انجل A N B انجل صارت واضحه؟ زين بعد هنا
ساجدال بلين. كانت عندهم قراءتين. أول قراءة كانوا يستخدمون S N A angle و S N B angle. باو S N A. S N A. يعني كأنه قاعد أمثل المانزيلا ويا الكرانيال بيس. إيش قد قياسه؟ واحد وثمانين. تمام؟ زين. ال S N B منه الكرانيال بيس ويا بوينت B. يعني كأنه قاعد أمثل الماندبل ويا الكرانيال بيس. إيش قد قياسها؟ الفرق إيش قد؟ 2 ملي 2 ديجري صح ولا لا؟ ال 2 ديجري يمثل لي قياس زاوية A N B. كانت واضحة؟ أعيد. هي ال A N B angle هي يمثل الريليشن بين الماكزيلا والماندبل. شلون جبتي هاي القياس هاي الزاوية؟ إنه أول شيء القاسة والـ SNA. الكرانيال بيس اعتباره هو الثابت يمثل لي الماكزيلا in relation to the cranial base. إيش قد الزاوية مالتها؟ هي شافوا القياسة 1.8. إيه. مع يعني بعد ما ترجعوا؟ إيه ما. خلاص تمام؟ إيه. صدق؟ كمل شافوا القياس اذا كانت مع A and B بين الاثنين ال A and B بين الاثنين والاربعة ديجري هذا يعتبر هو النورمال. يعني ال patient skeletally class 1 occlusion. ال patient skeletally شي يكون class 1 occlusion. تمام؟ يعني إذا البيشنت قصنا له الـ SNA وقصنا له الـ SNB وشوفنا الفرق بيناتهم بين الاثنين إلى 4 مليم أعتبر البيشنت كلاس 1. إذا البيشنت جاني وقصت الفرق بين الزوايا هذولي طلعت أقل من 2 مليم يعني البيشنت كلاس 3. وإذا كانت أكثر من 4 مليم يعني البيشنت كلاس 2 كأنه تشبه قراءة الأوفرجيت. صح؟ صح ولا لا؟ بالأوفر جيد القياس بين 2 إلى 4 أكثر من 4 البيشنت كلاس 2 أقل من 2 بواي صارنا بالماينس هذا معناها البيشنت كلاس 3 صح ولا لا؟ هذا بس احنا قاعد نحكي هنا الأوفر جيد هو دينتال. احنا قاعد نحكي هنا شنو؟ سكيليتال. تمام؟ بعد قصنا الـ SNA 81 قصنا الـ SNB 79 الفرق 2 ديجري 2 الى 4 ديجري هم النورمال. اقل من 2 كلاس 3 اكثر من 4 كلاس 2 هاي منتهي منها قانون حفظناها. تمام؟ بس عندنا مشكله وحده. المشكله شنو هي؟ انه عندي المشكله بال SN بلين ويا بوينت A. ال SN بلين يعني مرات تتعارض ويا بوينت A لانه بوينت A دائما تكون متغيرة. ليش متغيرة؟ لانه موقعها على الالفيولار بون والروت مال الانسايزر تجي تتعارض وياها فيصير عندنا مشكلة بتعيين النقاط. فالحل شنو؟ شافوا انه الحل هو الاتي. يقيسون المسافة بين ال SN plane ويا الماكسيلر بلين. يقيسون المسافة بين ال SN plane ويا الماكسيلر بلين. شافوا انه الزاوية بين ال SN plane والماكسيلر بلين هو 5 الى 11 ديجري.
اول شيء يقيسوها، ورا ما يقيسوها يجون يقيسون اس ان اي قياسه 81. اي درجه زياده، اي درجه زايده عن قياس ال 81 انقص نص درجه من ال اي ام بي انجل. عليكم السلام. دكتوره استبديتي المحاضره؟ لا لا صار لي يعني 10 دقائق. احنا بس يعني انتهى الدوام. اوكي تمام تمام تمام. شو نص عيني؟ لا وحده ولا شيء؟ شو وحده الا في وحده بس طلع. كمل 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 بعدي هواره شوي دكتوره. انا افضل انه هذا ما اقطعها ويا بقيه الكومبوننت مال ترى ما باقي شيء ماشي يلا 10 دقائق ماشي احنا ما عندنا شيء وياك مو خاف هم اللي يسجلون لا 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 شيء سكت نطلع من الحائط زين زين تمام باق اعيد الكلام ترى هذا شوي معقد من حتقرون معقد باق من اجي اقيس الاي ام بي انجل اقيس الاس ان اي والاس ان بي وياها اسوي الخطوه الاتيه اقيس المسافه بين الانجل بين الاس ان اي الاس ان والماكسيلاري بلين لا خطا فاهم باليسار هذا اشوف لازم تكون بين الخمسة وال11 اذا كانت الانجل بين الاس ان والماكسيلاري بلين 5 الى 11 تمام اذا كانت خلاص اوقف على صفحه ما عندها علاقه بها اجي اقيس الاس ان اي 81 هيك ما عندي مشكله اكثر من 81 زياده درجه انقص نص من الاي ام بي انجل يعني اذا الاي ام بي انجل طلعت 2 انقص منها نص 1.5 تمام اذا كانت زايد ناقصه نص يعني ناقصه درجه عفوا يعني مو 81 خلينا 89 ناقص درجه من الاس ان ازيد نص على الاي ام بي انجل زين هذا الاس ان والماكسيلاري بلين واحد هذا رسمي خارجي يعني هذا اس ان وهذا ماكسيلر بلين تطلع خارجي هاي تطلع زاويه هنا يا اخو الاس ان اي كل ما يزيد انت ما تقدر تدوخ نفسك لانه اكو عندك مشكله بتعين النقاط مو مره ما تحصل على اكيورسي لا تدوخ نفسك بس قاعد اقول لك من تريد تقيس زاويه الاي ام بي انجل تقيس الاس ان اي وتقيس الاس ام بي إذا بس الـ SNA مو الـ SNB، الـ SNB ما هو مشكلة، الـ SNA إذا كانت بيها زيادة أكثر من 81 درجة، أكثر من 81، رأساً أجي أقيس الـ SN ويا الماكسيلاري بلين، أشوف بين الـ 5 والـ 11 درجة، إذا كانت ضمن 5 إلى 11 درجة، أي زيادة أنقص نص، وأي نقصان أضيف نص على الـ NB أنجل، صارت واضحة؟ تمام؟ إذا كانت الزاوية بين SN وماكسيلاري بلين مو بين الخمسة وال11 ما اسوي هاي الحالة يعني اصلا اكو خلل بين الماكسيلر بلين والاس ان بلين ما لا اضيف ولا انقص تمام هاي قاعدة لا تدوخوا نفسكم بها وسبب هاي القاعدة لانه اكو مشكلة بتعيين البوينتات مال الماكسيلا مقارنة يعني يعتبرون ان الماكسيلا والاس ان بلين ضمن نفس السايد لهذا يضيفون وينقصون كيف تفكرون بيها ليش هالشكل صارت؟ دوخة قاس حتكون بس انا اقول لكم السبب الرئيسي لانه الشغل هذا مقارنة ويا هذا الشغل انه اثنيناتهم شو يكونون نفس السايد فاي خطا بتعيين النقاط حيأثر على القراءة فلازم اقيس الزاوية بين الاس اي وماكسيلاري بلين اذا كان ضمن الخمسة والعشر 11 درجة بس اتاكد اذا ضمن هاي الرينج خلاص اي زيادة بالاس ان اي انقص نص واي نقصان ازيد نص وانتهي الموضوع اوكي شكرا يعني شكرا دوخه راسكم دوخه اقول لك يا راعي يلا بس يا راعي القراءه وراعي التركيز فلهذا انا الانتروبوستير راح اعيده على المحاضره الجايه ويا سوفت شو على ما تكون يعني اكثر يعني تمام يلا عندكم الكيس شيت راح نشرح لكم الدايجنوسيس كم انها بارت دايجنوسيس صح ولا لا؟
كل شيء عندنا مجموعة من الانفورميشن ومجموعة من الكلينيكال اكزامينيشنز. بالكلينيكال اكزامينيشن اللي كانوا حاضرين بالمحاضرات السابقة ما يجاوبون أي سؤال أسئلة، اللي جاوب أنقص درجته. اللي كانوا حاضرين بالمحاضرات السابقة أي سؤال حسنا ما يجاوبون، تعرفون الجواب؟ ولا يردون الجواب اللي داير ما دايرهم. تمام؟ تابو تابو. بالكلينيكال اكزامينيشن احنا بالكيس الاورثو لازم انا يعني راح اختصر المحاضرات الدايجنوسيس بهاي الكم عباره راح احكي فيها فانت قول كلش مهمه هاي. تابو. بالكيس الدايجنوسيس البيشنت من يجي لازم نعرف الكيس اللي انا قاعد اتعامل وياه. الكوزيتيف فاكتور اوف ذا كيس. الكوزيتيف فاكتور فور ذا كيس هذا يجي منين؟ يجي من الدايجنوسيس مالتي من الكلينيكال اكزامينيشن. تمام؟ الاكيورسي اللي احصلها بالكلينيكال اكزامينيشن انسايد دنتال كلينيك هو 80%. تشوفون ال 80% هي نسبة عالية بس مو كلش مضبوطة يعني. يعني وهاي ال 80% مو تجي بسهولة يعني. تجي من الاكسبيرينس، يعني كل ما شخص يشوف كيسات أكثر كل ما راح يقدر يشوف الكيس ينطي الاكيورسي بالدايجنوسيس انه يوصلها لنسبة ال 80%. يعني قصدي انه شخص بشكل ما يكون متمرس بمجال الاورثو بدرجة عالية اعلى حد ممكن يوصل على مود اعلى حد ممكن يوصل على مود الدايجنوستيك هو عنده مضبوط هو 80% اكثر من 80% ما ممكن. تمام؟ بالكيس بالدايجنوستيك لازم نشوف الكوزيتيف فاكتور هل هو سكيليتال لو دينتال. بالسكريتا راح اتعامل شكل وبالدنتا راح اتعامل شكل، ولازم اشوف اذا كان دنتا لازم اشوف الكيس اللي انا اتعامل وياه شنو هو الموفمنت اللي يحتاجه. يعني بس اول شيء لازم اشوف الكيس بالسكريتا وبالدنتا، واذا كان دنتا لازم اشوف نوعيه الموفمنت اللي احتاجها. يعني اكو انواع من الموفمنت احنا حكيناها بالمحاضرات السابقه ايام زمان بالعام، انه اكو موفمنت ممكن احصلها بالريموفبل ابلايز، انه عندي موفمنت احصلها بالفيكس ابلايز. من اعرف الكيس سكليتال لو دنتال، واذا كان دنتال يحتاج نوعيه معينه من تو من توث موفمنت اقدر احصل على نوعيه الابلايز اللي لازم استخدمها. صارت واضحه؟ زين. احنا الشخص اللي نتعامل وياه هو ثلاثي الابعاد 3 دايمنشن عنده، صح؟ اللي هو الفيرتيكال والانتروبوستيريور والترانسفيرس. تمام؟ كل بلين من نجي اسوي دايجنوزس لازم اقيس البلين بالدايجنوزس مالتي. يعني اذا انا اريد اشوف انه البيشن بالانتروبوستيريور نورمال او اب نورمال، شنو هي الانتروبوستيريور؟ شنو هي المال اوكوجين اللي اشوفها بالمال بالانتروبوستيريور؟ اوفر جيت كلاس 1 كلاس 2 او كلاس 3. الطريقه اللي استخدمها بالقياس الانتروبوستيريور شنو هي؟ بيرد فيو دكتور؟ لا انا ما قلت فيو، انا قلت الطريقه. الفيو كلام صحيح، اسم الفيو لازم تقول الفيو، لاترال فيو، انتيرير فيو، بيرد فيو، اوكي. انا ما سالت عن الفيو، انا سالت عن الطريقه. كلينيكال اكزامينيشن. هاي دينتا اوفر جيت. كلام صحيح بالانتروبوستيريور الاوفر جيت هو كلام صحيح بالدينتا اذا اشوف الابر تيث ويا اللور تيث، صح ولا لا؟ انا قاعد احكي على السكريتا كورنيال انجل هاي وصلت للسيفالو كلينيكال اكزامينيشن. دكتور باي مانوال بالبيشن قلتي؟ ها؟ باي مانوال بالبيشن. باي شنو؟ باي مانوال بالبيشن. يعني شنو باي مانوال بالبيشن؟ دكتور دكتورة أي مناقشات مثل دكتورة فينجر يكون إكسترا أورالي فينجر يكون إنترا أورالي حسب الفويس تليفونات البي آي بي دخل شنو اسمعها فينجر يكون إكسترا أورالي فينجر إنترا أورالي يعني هو أنت وصلت بس أنا غلط قلتها بس صلتها هي أستخدم التو فينجر ميثود أنا حسب الكلينيك بالأنتروبوستيريور examination لازم اول شيء الفيو شو يكون؟ lateral بالضبط يعني راح يكون هذا الفيو. تمام؟ استخدم التو فينجر ميثود تو فينجر ميثود الميدل والاندكس فينجر لازم اخليها هاي بوزيشنز هنا
deepest concavity of the maxillary مثلي point A with deepest concavity of the mandible مثلي point B. هاي طريقة، هاي طريقة استخدمتها. هاي طريقة يعطيني ال anteroposterior relationship. إذا كان ال index finger متقدمة أكثر من اللازم معناها patient class 2 أو ممكن يكون class 3 إذا كان راجع أكثر من اللازم، تمام؟ هاي الطريقة ممكن يعني أنت شوف خبطت ليها كل لا دكتور هاي intraorally أو extraorally. ممكن أستخدم هاي الطريقة intraorally أو extraorally، يعني extraorally هو البيشن أنا وضعيته شكله خليه أو أسوي reflection كامل ودخل inside the patient mouth وسويها intraorally. يا طريقة أضبط دكتور الانترا اورالي ما بي ثيكنس مال سوفت تشو. ممتاز، اذا الانترا اورالي هي الاضباط لانه هو نلغي الثيكنس مال سوفت تشو، تمام؟ هاي اول طريقه نستخدمها بالانترا بوستيريور ميثود. ما حدخل تفاصيل انه مشروحه كامله عملتي من عندها. زين نجي على الفيرتيكال. شنو الريفيو؟ فرونتال. زين الطريقه شنو؟ زين افتهم شنو قاعد تدخلوا بفتحوا باعوا ناسي طيب هذه ما تمام بال vertical راح يصير عندنا قياس عباره عن 3 parts الابر فيشل هايت والدر فيشل هايت واللور فيشل هايت. هذول الهايتات الثلاثه تو احنا نتعامل وياهم. احنا راح نلغي الابر بالقياسات راح ناخذ الميدل واللور، تمام؟ ومن حنقيس راح نقول ابر فيشل هايت اللي هو الميدل نفسه، تمام؟ واللور فيشل هايت يا بارت اكثر منه اللور. اللور يعني معناها من اجي اقيس هاي المسافه واقيس هاي المسافه من اقيس المسافات اشوف اللور اذا زادت عن الميدل معناها عندي انكريس، واذا قلت يعني اشوف منه اللور وليس الميدل، تمام؟ هذا القياس. ليش؟ لانه هذا البارت يشمل لي الابر تيث واللور تيث الماكزيلا والمانديبل، تمام؟ هاي ترى يعني احتاج ترجعوا تقروها بها النقاط وبها شغلات معينه كلش مهمه ترى يعني، تمام؟ زين قاعد اسوي ريفيو اولي على ما ندخل موضوع السيفايل ماتري. زين بالترانسفيرس شنو الريفيو؟ عارف شو قلتها؟ بيرد بيرد فيو او فرونتال فيو تو فيوز اباو البيشنت اباف ذا هيد اشوف انه اللاترال سايد الليفت سايد اكو مشكله بين الرايت سايد. هاي الحالات اكثر اشوفها في الحالات الاسيمتريكال فيسز اللي دائما يكون عندهم اما كروس باي او ديفيشنسي بالتمبرا مانديبولار جوينت. هاي ما ادخل تفاصيل اكثر من هذا، تمام؟ الاسئله اللي دائما تكون وارده بهذا المجال الدايجنوزز لازم تعرفون انتبهوا للمصطلحات، ترى مصطلحات كلش دقيقه وانتم قاعد تجاوبون اجوبه خطا للمصطلح اللي اقوله. من واحد يسالكم What is the clinical examination? Clinical examination. يعني شنو اسمه clinical examination؟ يعني أنا عندي patient أنا بالكلينيك فقط. لا عندي X-ray وباكم دخلوا لي مواضيع X-ray والسوالف أو الجواب خطأ يكون. حتى لو كان جواب صح يعني كX-ray صح بس هو يعتبر جواب خطأ. ليش؟ لأن السؤال واضح. Clinical examination. Dental parameters. أو clinical parameters تلاحظون المصطلحات clinical examination dental parameters أو clinical parameters يعني شغلات موجودة inside the dental clinic. بنسألكم على كل plane بمجموعة من clinical examinations. يعني هاي الطريقة مال two finger method هذا for skeletal part intraorally extraorally inside the dental clinic. نضيف إلها over jets نضيف إلها over jets بالvertical. إحنا يعني قلت لكم نقيس هاي القياسات غير هاي القياسات نضيف لها الاوفر بايت، تمام؟ نشوف انه الكروس بايت هاي بالترانسفيرس او لازم نشوف هاي الطريقه مال بيرد فيو. يعني هاي الطرق الموجوده ضمن محاضرات الدايجنوزز لازم تعرفون، ترى هاي من الاسئله المهمه جدا انه تعرفون كل بلاين شنو هو البارامترز والاكزامينيشن ميثود اللي نستخدمها بهذا البلاين فيو وطريقه مهمة هاي إن شاء الله. صار واضحة؟ تمام؟ زين. شفنا إنه على الرغم من كل هذا الإكزامينيشن وهاي الطرق المنوعة، الأكيرس اللي وصلنا لها هو 80%. لازم نوصل 100%. 100% تيجي عن طريق الراديوغرافي. تمام؟
كل الجيوغرافي عدة طرق للجيوغرافي راح ناخذها هواي، يمكن ماخذيها قسم عندها الاوبي جي يمكن ماخذيها صحيح، باقي لنا الانترا اورال ولاف وسيفالومتريك. بالسيفالومتريك عندها تاريخ طويل وعريض وشرحناه بالمحاضرات السابقه، ما حعيد هذا لانه موضوع مو مهم. الموضوع البارت المهم انه شلون حلوا الاكس راي ما سيفالومتريك بالاورثودونتيك دايجنوستس، شلون حلوها شلون وفروها شلون رتبوها. يعني حللوا انه من اخذوا الايمج باللاترال سيفالومتريك قالوا لازم احول هاي البارتس البونز كلها الى مجموعه من البوينتس، كل بوينت راح يمثل لي شغله معينه، كل بوينت راح يمثل لي شغله معينه. هاي البوينتس من اجي اربط بيناتهم شو احصل؟ بلين. بلين من اربط بلين ويا بلين شو احصل؟ انجلز. تمام جوي عينوا النقاط، ربطوا النقاط بوحده ويا اللوح حصلوا على بلين، كل بلين يمثل لك شيء معين مهم. ربطوا البلين ويا بلين ثاني حصلوا على زوايا، هاي زوايا قاسوها بالنورمال انديفيدجوالز يعني الاشخاص الطبيعيين وحصلوا على قراءات مثاليه. تمام اي بيشنت يجي بالدنتال كلينيك فور اورثودونتيك بروبلمز شو نسوي له؟ نسوي لاترال سيفالومتريك، نقيس البلينات والانجلات مالتنا مال هاي الشخص ونقارنها ويا النورمال فاليوز، نعرف اذا بيشنت عنده بروبلم معين او ما عنده بروبلم معين. تمام النقاط راح ناخذها عباره عن مجموعه نقاط موجوده بالكرينيوم، موجوده بالمانزيلا، موجوده بالمانزيبل. طبعا السيفالومتريك عباره عن بحر من النقاط والبلينز والانجلز والاناليسيس. اناليسيس يعني جاء كل واحد عالم سوى اختراع بكيفه على مزاجه، قال انه هاي الطريقه المثاليه على اشوف الدايجنوستس المضبوط لهذا البيشنت. جاء قال غير عالم جاء قال لا هاي الطريقه مو مثاليه، هاي الطريقه اكثر مثاليه. كل واحد عنده اقتناع بشكل معين. داخل المحاضره تكون محاضره جدا ملمومه، مثلا كانت سيفالومتريك محاضره سيفالومتريك بالنسبه للاندر جراجويت محاضره ما تنجرى لانه كل الاناليسيس كان شارح لكم اياها وكلها متفهم كلها متفهم وكلها مصححه. مختارين مجموعه من البارامترز يستخدموها بالقياسات بالانتروبوستيريال وبالفيرتيكال وبالدنتال. هاي البارامترز كلها ماخذين من كل واحد من كل عالم شكل يعني، بس ماخذين اكثر استعمالا اكثر شيوعا. تمام هاي النقاط اول نقطه عندنا بوينت اس. ها كتابه السيفالومتريك بوينتس بها طريقه انا شارحها طبعا، هاي كلها مو شارحه لكم اياها. طريقه الكتابه السيفالومتريك كلش مهمه يعني لا تستهزئون بها لانه كلش مهمه وممكن يعني الى اخر شيء، خاصه اللي راح يتخصص في مجال الاورثودونتيك راح يشوف انه الى اخر شيء بعمره دائما يسجلوا على هاي الكتابه طريقه الكتابه لانه كلش نقطه صعبه. طب اي نقطه يمثل لي بوني لاند مارك، لانه ممكن يكون سوفت شو لاند مارك ممكن يكون بونيك لاند مارك، يعني اذا النقطه خليناها على بون شو تكون بوني لاند مارك، اذا خليناها على سوفت شو تكون سوفت شو. من اجي انا اكتب النقطه على البون لازم اكتبها اولا كابيتال لتر. بعض مثلا عندي نيزون، كلمه نيزون ممكن تكون النيزل اللي هي هاي فرونت نيزل سوتشر، هذا بالضبط هذا البارت اللي يربط لي النيزل بون ويا الفرونتال بون، من يربطون تو بونز ان السوتشر يصير بيناتهم صحيح. هاي النقطه اللي تربط هي بالسيفالومتريك يسموها بالنيزل. النيزل اذا انا جبت ثبت لكم الان بالامتحان كابتل لتر تفهمون انه الان اللي كتبتها بالامتحان هو عباره عن بوني لاند مارك. ممكن اجي اكتب لكم اياها بهالطريقه سوفت شو السوتشر، هاي معناها شنو؟ سوفت شو. خليها بالي هاي عباره كلش مهمه. تمام مرات دبوا مرات عندنا كلمات تنخذ اول حرفين من عندها، مثلا بوغونيون المختصر مالتها هو عباره عن بوني لاند، المختصر مالتها عباره عن بيل كابتن. اي حرف ثاني
الثاني يستخدم من نفس الكلمة تأخذ small. Anterior nasal spine. المختصر مالتها anterior A N S. شلون تنكتب A capital N capital S capital؟ ليش؟ لأنه مأخوذة من أول حرف من كل كلمة. تابو تابو يعني ما ممكن تكتبوها بهالشكل، هذا غلط. صارت واضحة؟ إذن إذا بوني لاند مارك طريقة كتابة سبايرومتريك بوينت، إذا عندي بوني لاند مارك لازم يكون الكتابة كابتل لتر. إذا استخدمنا حرف واحد من الكلمة هي تكون كابتل لتر، إذا استخدمنا أكثر من حرف من نفس الكلمة انتبهوا من نفس الكلمة أول حرف يكون كابتل لتر والبقية شو تكون؟ سمول لتر. وهي مو يعني اختراعات، يعني بقول أغيرها كتبها غير طريقة، هي مختصر عالمي خلاص. الـ POG خلاص بوغونيا معروفة يعني، تمام؟ إذا استخدمنا أول حرف من كل كلمة الثلاث كلمات شو تكون؟ كابتل لتر. صارت واضحة؟ أي كتابة سمول لتر بوينت S بوينت N بوينت A أي كتابة سمول لتر أفتهم إنه هذا اللاند مارك اللي أنا قاعد أتعامل وياه هو سوفت تيشو. البوينتس اللي راح ناخذها احنا بصورة عامة، بوينت S ما حدخل كوايه بتفاصيل لانه انا شرحتها كلها، فانا بس اخذ بس رؤوس النقاط. بوينت S اللي يمثل لي السنتر اوف سلة تورسيكا، هذا الموقع مالته، تمام؟ بوينت N قلنا فرونتال نيزل سوتشر، راح نربط بوينت S ويا بوينت N، يصير عندي خط واحد يسموه بال S N بلين. S N بلين. مو يسموا ليها L S بلين، لا S N بلين، تمام؟ عندي بعد نقطتين أخرى، البوريون هذا البوريون يمثلني الـ outer line من external auditorium. هذا من external auditorium outer point من عنده يمثلني البوريون الـ PO، والأوربيتالي اللي هو the lower point of from orbital cavity، تمام؟ راح نربط الاوربيتالي، شوفوا او ار او كابيتال ار سمول، اوربيتالي ويا البوريون حنحصل على الفرانكفورت بلين. فرانكفورت بلين والاس ان بلين يمثل لي البلينز اوف كرانيوم اف بيسل اوف ذا كرانيوم، تمام؟ يعني شغلات عندها علاقه ويا الكرانيوم. هاي عندكم هاي اربع نقاط ويا هاي تو بلينز تحتاجوها بالسيفارومتريك بوينت واناليسيس. صارت واضحه؟ هاي فيما يخص الكرانيوم. فيما يخص الماكزيلا راح ناخذ عندنا عباره عن anterior nasal spine اللي هي extension of the maxilla، هذا هنا راح يكون، والامتداد مالته عندي posterior nasal spine. راح نربط anterior nasal spine ويا posterior nasal spine، هنحصل على plane يسموه بالmaxilla plane. انا اسمع قاعد اشرحها سريع لانه هاي كل شرحتها يعني تفاصيل وبدقه يعني، تمام؟ الانالس ما مكملها. point A يمثل لي الديبست كونكافيتي اوف ذا ماكزيلا، عندي هنا تقاعر هاي الماكزيلا، هاي المنطقه هاي اعمق نقطه بينها يمثل لي بوينت A، تمام؟ حدود مالته راح يكون هو الروت ابيكس اوف ذا سنترال انسايزر. هاي كلها نقدر نعينها بالسيفالوماتريك، هاي النقاط كلها خاصه بالماكزيلا، والبلين الوحيد اللي راح نتعامل وياه بالاندر جراجويت هو الماكزيلاري بلين اللي هي يربط لي الانتيرير نيزل سباين ويا بوستيرا نيزل سباين. صارت واضحة؟ زين. بالماندبل بالماندبل مقابل للبوينت A عندنا بوينت B. B كابتل يمثل الديبست كونكافيتي اوف ذا هذا اوف ذا ماندبل، وعندنا الموست بروميننت بارت اوف ذا تشن اوف ذا ماندبل يسموها بالبوغونيون، تمام؟ وعندنا ذا لوست بوينت اوف ذا تشن اللي يسموها بالمينتون ام اي، هذا أوطى نقطة من الجلد، وعندنا الجونيون. تابولي هذا شوية اختلاف هنا. تابول الجونيون يعني مثل الجونيال أنجل، هذا
البونيوم انجل راح تشوفون عباره بداخل المحاضره يسموها هذا البوينت كاستميتد، يعني البوينت اللي مو نقدر نجي نخلي نقطه على الصوره ونتي الموضوع. احنا نكونها، شلون نكونها؟ بالطريقه الاتيه. بعد اكو بوينتات احنا ممكن نستفايبات نشوفه الاوفرلابينج والماغنيفيكيشن. اكو بعض البوينتات يعني مثل هذا الاوربيتالي مال اوربيتال كابيتال، هذا كم اوربت عندنا؟ اثنين. واحنا الفيو واحد والبلين مع شخص عباره عن يعني 3 دايمنشنال، شخص راح نحصل على 2 دايمنشن فقط وليس على 3 دايمنشن بالاكراسيفال متريك، صح لو لا؟ فبالاوربيتالي بالاوربيتالي راح يصير عندي 2 بوينت اوربيتالي مال رايت سايد والليفت سايد، صح؟ راح يصير سوبر امبوزيشن، يعني راح نجي ناخذ السفارمتك الجيوغرافي من قبل احدد هاي النقطه راح اشوف عندي خطين، من قبل احددها عندي خطين، وحده جايه فوق اللخ من اريد اخليها ما حقدر اخليها بالمضبوط، حتاثر على القراءه مالتي. فالحل انه من يصير عندك خطين الحل انه تاخذ المنتصف وتخلي من موقع النقطه مالتي، تمام؟ بالكورنيال انجل عنده مشكله، المشكله انه هو صار بالكورنر ويصير انترفيرنس ويا الكوندايل ويا الريموس ويا البادي اوف ذا ماندبل. لذا الحل هو الاتي، راح نرسم لاين يكون بارلل تو ذا لوور بوردر اوف ذا ماندبلر سيرفيسز. بعد نرسم خط على الشكل يكون موازي للماندبلر سيرفيسز اريا، تمام؟ ونرسم another line يكون parallel to the long axis of the ramus، تمام؟ من حرسم هذا اللاين وحرسم هذا اللاين راح يصير عندي نقطة التقاء، تمام؟ لا مو هذا الجونيا، هذا راح يصير انه من هاي النقطة اوصلها للجونيال angle of the mandible. المكان اللي راح اوصلها للجونيال angle هو راح يمثل الجونيال. صارت واضحة؟ راح ارسم لاين parallel to the mandibular surfaces area، لاين parallel to the ramus، نقطة الالتقاء راح اوصل لاين من المنو للجونيال انجل، هذا شو حيمثل لي؟ الجونيون. شو حيمثل لي؟ الجونيون. هذا مهم. نربط الجونيون ويا المينتون lower part of the mandible، هذا يسموها mandibular plane. صار كم بلين عندكم لحد الان؟ أربعة. SN plane، Frankfurt plane، maxillary plane، ومandibular plane. هاي ربطنا البلينز وربطنا النقاط، حصلنا على بلينز وانجلز. احنا القراءات مالتنا راح تصير كالاتي، راح اقيس السكيليتال باراميترز. بعد طب مشكله السيفالومتريك، الشخص اللي تعامل وياه هو 3 دايمنشنال اوبجكت، الانسان 3 دايمنشنال اوبجكت، الاكس راي اللي نتعامل وياها عباره عن 2 دايمنشنال، تمام؟ فاذا بالسكريتال بارامترز في القياسات مالتي شو تكون؟ اذر بالساجيتال يعني بالانتروبوستيريال، يعني اقدر اعرف الشخص بالانتروبوستيريال نورمال او ابنورمال، واذر بالفرتيكال، تمام؟ وعندي دلتا بارامترز وسوفت تشو بارامترز، كل واحد راح ناخذها. كل واحد بها قياسات مهمه، كلش مهمه هاي. هذا الاناليسيس كلش مهم. طب بالسيفالومتريك اناليسيس راح ناخذ السكيليتال باراميترز تو بلين، ايذر فيرتيكال او ساجيتال، تمام؟ وراح ناخذ الدنتال باراميترز وراح ناخذ السوفت تيشو باراميترز. بعد بالانتروبوستيريال او ساجيتال شويه الانجلس الماخوذه شويه ديفيكولتي، يعني مو كلش صعبه، يعني قصدي العفو صعبه مو يعني راح تخبط عليكم. اذا اول شيء راح اشرح الفيرتيكال سكيليتال وبعدين الدينتال وبعدين ارجع على الانتروبوستيريال، ليش؟ على ما تكون الصوره واضحه. طب اول شيء راح اخذ الفيرتيكال، يعني احنا قبل شويه بالدايجنوستيك قلنا شلون اقيس الفيرتيكال؟ اقيس هاي المسافه وهاي المسافه، صح ولا لا؟ اعرف بالدينتال كلينيك بالكلينيكال اكزامينيشن اكو عندي انكريس او ديكريس، صح؟ هسه انا اريد اتاكد من هذا القياسات مالتي عن طريق السيفالومتريك. شنو هي الطرق اللي استخدمها بالسيفالومتريك على اقيس السكيليتال فيرتيكال اوف ذا بيشنت؟ هذا
اول انجل مهم باب شو اسمه باب من اسمه ماكسيلاري مانديبولار بلين انجل ماكسيلاري مانديبولار بلين انجل المختصر مالته باعوا تبوله زين عباره ام ام بي اي هذا مختصر لازم تحفظه المختصرات ماخوذ من اول حرف من كل كلمه ماكسيلاري مانديبولار بلين انجل احنا ايش قلنا ماكسيلاري بلين هو شنو يا بارت انتير نيزال سباين ويا البوستيرير نيزال سباين مانديبولار بلين منو الجونيال ويا المينتون صار عندي تو بلين هذا البلين المانديبولار هذا والماكسيلار بلين يلتقون مع وين يلتقون خارجي يلتقون تشوفون هاي منطقه الالتقاء حصل على زاويه هنا هاي زاويه هذا مش القياسة إذا جاني بيشن وعينت بالسفارة ماتريك مالته بالماكسيلار بلين وعينت المانديبولار بلين وقست الزاوية بيناتهم الزاوية طلعت 40 درجة تحليلي للماكسيلار المانديبولار بلين أنجل شو معرفون إن البيشن open point شايف ترى اوبن بوينت انا ايش قاعد اقول هسه انا ايش قلت عفيه زاد اللور فيس يا تحليل علمي تمام وجه طويل لونج فيس اول تمام واحكي على يا بارامتر فيرتيكال سكيليتال صح من احكي على الفيرتيكال سكيليتال بالكم كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 خطا احسن خلوا ببالكم خطا هذا الكلام من أقول بالفرتيكال الفرتيكال يعني أما يقول أنا دي بايت أوبن بايت أو أوبن بايت تمام أول شيء كصفة للبيشنت هو يكون عنده لونج فيس هاي رقم واحد رقم اثنين أتوقع انترا أورا شو يكون عنده أوبن بايت طبعاً ماكسيلاري بلين مانديبولار مفتوح الأنجل بيناتهم أتوقع يكون عنده أوبن بايت تمام جاني بيشنت الديجري مع ماكسيلاري مانديبولار بلين أنجل رقمها 17 ديجري ديب بايت ممكن يكون عنده ديب بايت هل انه كل شخص يجيني واقيس هاي القياسات ويطلع لي مثلا هو عنده خلينا نقول 40 قلت له انت اوبن بايت انسايد ذا اورال كافيتي يطلع هو عنده اوبن بايت ليش كومبنسيشن ممتاز ممتاز لانه اقف شيء ما يسموه دينتال رجاء دينتال جواب صحيح بس لازم تكون العباره صحيحه دينتال الفيولا كومبنسيشن تمام أمسو جوابكم صحيح مرات على الرغم إنه البلين مفتوح اثنيناتهم بس أكيدين تعرفيار كومبنسيشن الأسنان تتحرك ودائما دائما العظام فالنتيجة إنه تمشي على جوابكم بعد يصير عندنا نورمال كومبنسيشن صارت واضحة لحد الآن هاي أول أنجل مفهومة أبصروا بها تمام تدون يعني تحفظون أكثر ترجعون لازم للمحاضرة تقروها على مقدارهم تحفظون أنا ترى ما قدرت أشرح أكثر من هذا لأنه هو أنا شرح هذا وهذا الوقت اللي حيكون زين ثاني باراميتر بالفيرتيكال بعدنا بالفيرتيكال طلع بعدنا بالفيرتيكال فرانكفورت مانديبولار بلين انجل قبل شوي منو كان ماكسيلاري الماكسيلاري بلين انجل ترى هو بارلل تو ذا فرانكفورت مرات اذا مثلا جاكم الاكس راي ما قدرتوا تعينون الماكسيلاري بلين تمام يعني الانتيرنال نيزال سباين والبوستيرنال نيزال سباين مو قدرت تقولش تعينوها صارتكم مشكله بالتعيين مالتها اعرف الماكسيلاري مانديبولار بلين انجل اعين الفرانكفورت بلين فرانكفورت بلين اللي قلنا الاوربيتالي الاوربيتالي مال اوربيتال كافيتي ويا البوريون مال اكسنود تريميتاس تمام لانه بارالل ويا الماكسيلاري بلين فالانجل اللي يصير بينه وبين المانديبولار بلين نفس الدرجه باو قبل شويه مثل قبل شويه ايش قلت سبعة. أقيد أول شيء الانتيرير. الانتيرير منين؟ بعد. تاب. هاي الأرقام كلها حفظ. يعني أنا ما أحفظها مو مشكلة. بس أنت لازم تحفظوها. أنا إذا ما أحفظها أقولها أشوفها وأقولها ما عندي مشكلة. ما عندك أنت. بس أنت ما عندك. حتى يوم أنت على أفتح المحاضرة وصل له ما عندي مشكلة. بس أنت. لا أنت حفظ. يا ويلكم تكتبون رقم غلط أو تقدير يعني. خطأ خد بالكم
هاي الارقام مو موجوده بالمحاضره دابو انتيريال بوستيريال فيشال هاي اول شيء احنا نختار الانتيريال دابو فيها مجموعه شغلات اللي هي مجموعه ماكو انجلات كلها قياسات طول الانتيريال فيشال هاي من البوينت ان من هاي الفرونتاليز سوتشر الى مينتون اوطى نقطه من الجن منا هاي المسافه كلها هاي شي يسمونها دابو شوفوا المختصر total anterior facial height ايش قد قياسها؟ قياسها 119 هذا كل التوتال يتقسم الى two parts الأبر واللور اللي يفصلهم من هو الماكسيلاري بلين اللي قبل شوي اخذناها من خلي الماكسيلاري بلين هذا راح نحصل على upper anterior facial height و lower anterior facial height ايش قد الابر وايش قد اللور 55% من النسبه عفوا ممتاز دائما يكون 55% من نسبه الابر facial height يعني اللور facial height لازم تكون اكثر من النصف مقارنه بالابر facial height بالنسبه للtotal anterior facial height صارت واضحه يعني الشخص اول شيء اقيس هاي المسافه وبعدين اقيس الابر facial height وبعدين اقيس اللور facial height لازم يطلع 119 54 65 طب واضحة راح نجي على posterior posterior anterior من point N للمين تون posterior شو هيكون من point S مسألة تورسيكا إلى الجونيون جونيال أنجل تمام إيش قد القياس مع التوتال 79 قياس التوتال بوستيرير فيشال هاي الابر فيشال هاي الابر بوستيرير فيشال هاي اللي هي اهم الفاصله ما زين راح يكون من بوينت اس الى البوستيرير ليزر سباين هنا قياس 46 واللور فيشال هاي ايش قد يكون 33 تشوفون اللور بوستيرير فيشال هاي مو مثل الابر اقل ليش انه عاده الانتيريور هي الاطول البوستيرير هي الاقل تمام صار واضحه هاي القياسات اللي تكون مهمه عندنا بالفيرتيكال دايمنشن Vertical parameters كلها كلش مهمة بالvertical parameters أدي أما مرتين مانجلر بلين أنجل أو عندي فانكو مانجلر بلين أنجل أو عندي المصير الفيشال هاي أصب ورا أول يوم يعني؟ نرجع على السيفالومتريك وصلنا للاناليسس تذكرون تقدرون انت التسجيل يعني مو من اولويات التسجيل هذاك اللي مره لا دكتور انا ذني لان هاي ملزمه الميديكيشن اسمع حاول اسمع التسجيل هذيك الفتره كان بيها غرض ثاني صح ولا لا وقبل هني هسه التسجيل مو مهم مفروض حضور حتى وين يكون امتحان يعني انتم حضراتكم صار لكم فوش قد صار لكم مو محاضرين صح ولا لا وقاعدين بالبيوت اتخيل على مود امتحان اجي احضر لنص ساعه واطلع هي معلومه استفاد من عندها بعدين ما تجون تقولوا لي بالاوراق بالاسئله تعرفون اسئلتي من اخلي عقلي بالاسئله تعرفون شنو نوعيه الاسئله تجي خلوها ببالكم نرجع على السيفالومتريك هاي قلت لكم 20 يعني انا هذا عدت مرتين في سبيل انه ماده مهمه وصعبه وانتم تقروها عشان تفهموها هم حضراتكم ما حاضرين ما كمل وصلنا للاناليسس ما حعيد النقاط ولا حعيد البلين راح ندخل بالاناليسس لانه هذا هو البارت المهم احنا راح ناخذ بالاناليسس بين السكليتال اناليسس يصير عندي الترو بوستيريور وفيرتيكال وراح ناخذ الدنتال والسوفت تشو بالنسبه للسكليتال قلنا الانترو بوستيريور راح اجله راح اشرح الفيرتيكال اشرح الدنتال لانه احتاجها اثنيناتهم الأنتروبوستيريا ما هو مفتهمها انتبهوا إذا كل الصعوبات بس أخلص الأناليسس وراء تقرون تريدوا تطلعوا شو تريدوا سووا سووا بس انتبهوا لي إنه كل الصعب يعني قراءة أشكال ما تفتهمونها بالفورتيكال أخذنا ثلاث قياسات أول واحد كان ماكسيلاري مانديبولار بلين أنجل ماكسيلاري مانديبولار بلين أنجل إيش قد قياسات كان 27 درجه تمام ناخذ نرسم الماكسيلاري بلين ونرسم المانديبولار بلين بعد هذا الماكسيلاري بلين وهذا المانديبولار بلين القياس هذا الخارجي اشوف
ارسمها ارسيفالومتريك المدهر النهايه اقيس هاي الزاويه تطلع لي 27 تمام. مرات يصير عندي مشكله بانه عين الماكسيلر بلين راح اخذ الفرانكفورت بلين اقيس الفرانكفورت بلين ويا المانديبولر بلين بعد نفس الطريقه القياس نفسه راح يكون حيكون 27 اوكي فرانكفورت مانديبولر بلين انجل 27 تمام. وعندي اللاينر ميجرمنتس اللي اخذناها ذاك الاسبوع الانتيريور فيشل هايت والبوستيريور فيشل هايت والانتيريور فيشل هايت تتقسم الى الابر واللور وكل واحد قياساته مطلوبه ومحتاجه لحد الان هذا الحكي مال ذاك الاسبوع تمام. ننتبه على البقيه ننتبه للدينتال راح اعوف الانتروبوستيريور بكلام يعني ناخذ ماخذين من غير بارتات راح ابلش بالدينتال اول شيء الدينتال شاهد اشوف فكرتي بالدينتال شنو يعني انا من اريد اخذ دينتال اناليسيس اريد اشوف الدينتال اناليسيس سيفالوماتيك راديوغرافيكلي الحال مالته انه احتاج انه اشوف الاسنان صاير بها انكلينيشن او ما صاير بها انكلينيشن صح لو لا يعني اللونج اكسس مال تو ستراكشر لازم اول شيء اعينه يعني اجيب الابر اول شيء شلون اعين اللونج اكسس ارسم خط ينصف التو ستراكشر صح لو لا يعني مثلا هذا سنترال انسايزر بعد هذا سنترال انسايزر يشوفون ارسم خط ينصف السنترال انسايزر قاعدين تبون شلون انصفه من التيب مال الكراون الى التيب اوف ذا روت تمام ارسم هذا الخط هذا اول واحد كذلك باللور باللور همين ارسم خط انصف التو ستراكشر الخطوط اللي رسمتها ممثلي اللونج اكسس مال انسايزر طبعا انا مو اي تو ستراكشر يعني بالسيفالوماتيك انا ما اختار الكلعي لاترال بريمولر لا راح اخذ اكثر بروميننت توث يبين لي بالتو ستراكشر اللي هو الانسايزرز تمام ممكن يكون الليفت ممكن يكون الرايت الموست بروميننت ما المهم المهم ارسم هذا الخط هذا الخط اول شيء اقطعها ويا الماكسيلاري بلين انا مرسمه الماكسيلاري بلين ورسمت اللونج اكسس مال التو ستراكشر مال سنترال انسايزر مال ابار اقطعها شو احصل زاويه ايش قد قيمتها تمام اذا الابر اذا الدلتا بارامترز مال الابر انسايزرز قياسها 109 اذا جتينا كيس قلت لكم هو ميل عمره 27 سنه هذا الكيس هذا الشخص هذا الانسان هذا وضعيته انه هو كلاس 2 تمام وردت اعرف انه هذا الكلاس 2 مال هذا الشخص هل هو سكيليتال او دينتال بديت شلون اعرف اجيب اقيس زاويه الانسايزر ويا الماكسيلاري بلين اذا مثلا القياس مالته طلع 134 انا ايش قد سجلت 134 increase يعني شنو معناها the tooth are proclined تمام اذا tooth شنو معناها proclined اذا بديت اكو problem اي نعم اكو problem تمام ها نقطة مهمة افتهمت انه الشخص هذا كدنتالي هو class 2 بسببها proclination of central incisor شلون عرفتها قصة long axis ويا maxillary plane قصة الزاوية بيناتهم النورمال فاليو 109 طلع لي 134 تأمن هاي؟ تمام؟ هذا السؤال ما كملت الجواب مالته حكمله بالانتروبوستيرير هنا انت بقولي كلش مهم تمام؟ هسه لحد الان عرفت انه هو دينتالي كلاس 2 شلون؟ لونج اكسس ويا الماكسيلاري بلين اريد اشوف اللور شخص داني كلاس 3 اريد اشوف اللور انكلينيشن مال اللور انسايزرز نورمال او اب نورمال شلون نفس الشيء نفس الطريقه لونج اكسس اوف ذا لوور انسايزر ويا مانديبولار بلين وليس مانديبولار بلين ويا مانديبولار بلين ايش قد الزاويه قياسها 93 بعد هذا اللونج اكسس ويا المانديبولار بلين ايش قد الزاويه اقيس هاي الزاويه هنا هاي 93 اذا بالنسبه للابر 109 بالنسبه لللوور 93 طبعا ضمن رينج موجب ناقص 5 دقري ما عندي مشكلة تمام بس عندي مشكلة باللور هسه حنقول
شنو هي المشكلة؟ بعد المشكلة أثناء الساينتست أثناء شغلهم بالسيفالومتريك للوار شافوا مشكلة آتية. كل ما المانديبولار بلين يصير ستيبر أكثر، ستيبر يعني حاد أكثر، تعرفين شنو حاد أكثر؟ يعني مو ينفرج، يصير زاوية تقل، تمام؟ يعني يصير حادية أكثر، يأثر على الانكلينيشن اوف ذا لوور تيث، فتصير الأسنان ريتروكلايند. يعني انتبهوا، يعني هذا البلين، هذا البلين مالتي، كل ما أحدها كل ما أصغرها الإنسان شو يصير بها؟ ريتروكلايند. كل ما أفرجها أكثر يصير بروكلايند. إذا بالقراءة مالتي صراحة، بالقراءة مالتي أكو مشكلة، يعني الانكلينيشن مال توث جيت أثر ويا حركة المانديبولار بلين، تمام؟ يعني معناها ممكن تنطيني قراءة خطأ. فهمتوا الكلام لحد الآن؟ لأنه اللور انسايدر جيت أثر بالمانديبولار بلين، المانديبولار بلين ما كل شيء تأثر لأنه هو خط عدل تقريباً. هذا الخط عدل مرتبط ويا مجموعة من البونز، فما جاي أثر بالقراءة مالتي، فما عندي هالمشكلة. اخذ اللونج ارس مالت سايزر اقيس على الابر ماكسير بلين يطلع لي زاويه 109 او وات ايفر، خلاص انتهى الموضوع ما عندي مشكله. بس باللور عندي مشكله. المشكله ليش؟ قاعد يتاثر ويا انحدار مال مانديبولار بلين. الحل شنو؟ الحل هو الاتي. اذا انت هاي المشكله شفت انه اكو فد مشكله بالانكلينيشن مال مانديبولار بلين، اروح اقيس ماكسيلر مانديبولار بلين انجل مال هذا الشخص اللي هو هذا قياسه 27. خلينا نقول يعني احنا نحكي بالنورمال، ممكن اكثر ممكن اقل، تمام؟ ايش قد ما يكون القياس؟ خلينا نقول 27، خلينا نقول 30، خلينا نقول 35، خلينا نقول 17، وات ايفر. ايش قد ما يكون القياس؟ انقص ال 120 ناقص ماكسيلاري مانديبولار بلين انجل، يطلع لي درجه 120. 120 هو هذا الستاندرايزيشن، قاسوها الفرق بين الانكلينيشن اوف ذا انسايزرز وبين الانكلينيشن اوف ذا دنتال بيسز. هاي 120 ثابته مو ماشي معين، تمام؟ او اذا اريد اقيس المانديبولار بلين مانديبولار انسايزر انكلينيشن، انت طريقتين. اما انه اللونج اكسس ويا المانديبولار بلين والقياس مالته 93، تمام؟ لانه عندي ممكن يكون عندي بروبلم، اقيس الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه شنو هي؟ 120 ناقص ماكسيلاري مانديبولار بلين انجل هي 27، يطلع لي درجه. صارت واضحه؟ مفهوم لحد الان؟ هاي الطريقتين بس باللور، هاي مهمه. خلوها بالك. ما تفرق اذا قسنا هاي او هاي، لو اكو طريقه نرجع بها. شلون؟ لا، انت هذه تظنين انه تقللين نسبه الخطا. شغل بالسيفالومتريك هي شغل بريدكشن، توقعات كلها. يعني اولا انت شخص تجين انطي السيفالومتريك، تعالي اقول سوي القياسات، تعاينين نقطه شكل، اجي اني اخلي نقطه اخرى بغير شكل، تضطر القياسات شو يصير بها؟ اخطاء، تمام؟ خلينا نقول وحده انا وانت نرسم بالتنا، رسمت الخطا النقطه مالتي هالشكل ورسمت الخطا. التوصيل بين النقاط البلينات ممكن اني ارسمها بطريقه، انت ترسميها بطريقه ثانيه. الكيس مرات تفرض عليك اخطاء. الاخطاء بالكيس انه الانكلينيشن مال مانديبولار بلين ياثر اللور انسايزر خلال مجموعه من الدراسات سووها، يعني اثبتوها. يعني فلها على مود نمنع هذه المشاكل كلها، ممكن تستخدمي الطريقه الثانيه اللي هي احسن، اللي هي تقص ال 120 من ماكسيلاري مانديبولار بلين انجل، تطلع الدرجه مال لور انسايزر انكلينيشن. صارت واضحه لحد الان؟ انا بالنسبه لي اذا يجيني بيشنت، تمام، واذا اريد اشوف الانسايزر انكلينيشن، الطريقه الثالثه هو احسن قياس للانسايزر انكلينيشن، اسمها انتر انسايزر انجل. يعني اجي اخذ اللونج اكسس اوف تو ستراكشر مال ابر واللونج اكسس اوف ذا لور انسايزر، تمام؟ اقطعهم، المقاطعه بتصير قاعد تشوفون هنا، هاي النقطه هنا، اقيس الزاويه الخارجيه هاي وليس الداخليه، الخارجيه.
لونج ابس مال ابر سنترال لونج ابس مال لوار سنترال تمام اقطعهم الزاويه المربوطه بيناتهم اللي هنا صايره الزاويه الخارجيه انتبهوا لكلمه الزاويه الخارجيه خارجيه وليس داخليه يعني مو اقيسها من هنا اقيسها من هنا تمام القياس مالته راح يكون هذا يسموه بالانتر انسايزل انجل 135 درجه اذا كميه ال 135 درجه زادت او قلت راح نعرف انه عندي مشكله بالانكلينيشن اوف ذا ابر اند لوور انسايزلز صارت واضحه يعني اذا الاسنان صار بيها بروكنيشن اكثر هاي الاسنان هالشكل اذا صار بيها بروكنيشن اكثر شو تتوقعون الزاويه تقل وتزداد واذا صارت بروكنيشن اكثر لانه قياسا الزاويه الخارجيه وليس الداخليه صارت واضحه هاي الثلاث باراميترز هاي الثلاث نقاط مهمه راح تحتاجوها بالديتال اناليسيس بالسيفالومتريك زين دكتوره ليش اخر وحده هي افضل حل انا بالنسبه لي ما قلت اللي هي احد معي بس انا يعني هي اكثر وارده انه تعرفين بها الابر ولا لور المشكله وين صايره مو المشكله وين صايره يعني تعرفين الكنيشن مال ابر ولا لور بها مشكله ما عندك مشكله بها هي باقي كل وحده بيها مهمتها يعني مثلا انا بالانتر انسايزر انجل راح اشوف الريليشن بين ابر انسايزرز واللور انسايزرز بهذول لا راح اشوف ال1 ارش دي يعني الابر ويا الماكسيلر بلين واللور ويا الماندبلر بلين صارت واضحه فكل وحده بيها فائدتها الخاصه يعني بس ان جنرال كشيء عام يعني انا افضل ان الواحد يستخدم الانتر انسايزر انجل بس حسب الاحتياج هاي بنتي هسه احنا اخذنا فيرتيكال بالنسبه للسكيليتال واخذنا الدنتال راح نجي بهذا البارت اللي هو شوي صعب الانترو بوستيريور عندي ثلاث طرق اقيس بها الانترو بوستيريور اول طريقه الطريقه المعروفه بكل مجتمع الاورثودونتست يعني هسه اي اورثودونتست اذا انا سيفالومتريك ما يتعب حاله يسوي له قياسات منوعه يسوي له بس هاي النقطه لانه اهم شيء لانه هو اكثر شيء يدزون السيفالوماتريك يريدون يشوفون البيشنت كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 سكيليتال لو فيرتيكال لو دنتال هذا اللي يريدون يعرفون تمام فمن بين الخطوات احنا عندنا بالاورثو بالسيفالوماتريك هاي الطريقه الاكثر شائعه اللي يسموها بالانجل اي ان بي هاي اسامي النقاط يعني بوينت A ويا بوينت N ويا بوينت B تمام هاي طريقة يمثل لي anterior posterior relationship بين maxillary base ويا mandibular base عن طريق مجموعة من الانجلز بعد تذكرون بوينت A بالماكسيلر تذكرون بوينت B بالمانديبول هاي تذكرت تمام تذكرون بوينت S سلاتورسيكا تمام وبوينت N اللي هي الليزر هذا تمام احنا ربطنا الS ويا الN صار عندي هذا الخط يسموها بالS N plane شو يسموه بالS N plane اجي الS N plane اقطعها ويا بوينت A اول شيء يعني اس ان بلين اللي هيمثل البيس اوف كرانيوم شيء ثابت اقطعها ويا الاي احصل على زاويه هاي زاويه شو حيصير يسموها بالاس ان اي زاويه اس ان اي اس كابيتال ان كابيتال اي كابيتال تمام ايش قد قياسها مهمة هاي نحفظها شكيت؟ 81 يعني اجي الشخص اخذ السيفالومتريك مالته اسويها الاس ان واربطها ويا البوينت اي احصل على زاوية اقيسها المفروض تطلع 81 زائد ناقص تمام؟ اجي الشخص الثاني اسوي له اس ان ويا البي احصل على اس ان بي تمام؟ ايش قد قياسها؟ واحد وثمانين وتسعة وسبعين شنو السؤال كان؟ شلون احنا نطلع ويا البي؟ ها
فس هذا الاس ان تمام من البوينت ان اوصل خط لبوينت اي البوينت بي نفس الشيء مثل اي تمام هسه راح اجي اقول لكم الاس ان اي شنو اذا انا اريد احللها كلاميا تمام هو اس ان الكرانيوم الاي ماكسيلا يعني يمثل لي الريليشن اوف ماكسيلا تو كرانيوم تمام اشوف اجوبه الكرانيوم يعني اذا جاني واحد قص الاس ان اي طلع القياس مالته 105 شنو معناها معناها الماكسيلا is more protruded to the cranium صح ولا لا يعني اتوقع شخص هو كلاس 2 ليش لانه الماكسيلا بارزه عنده مو او جاني شخص الاس ان اي مالته طلع مثلا 60 شو اتوقع انه الماكسيلا راجع لي ورا صح ولا لا مو تمام نفس الشيء اقيس الماندبل نفس الشيء الاس ان تو ماندبل يعني ريليشن اوف ذا ماندبل تو ذا كرانيوم بيس تمام زين بعد الفرق بين القياسين يعني هسه عندي الاس ان اي والاس ان بي ها يعني اذا اريد اني اسوي اس ان اي ناقصا اس ان بي شو يصير اثنين الفرق اثنين اثنين هذا حيمثل لي قياس زاوية A and B ايش قد قياس زاوية A and B؟ 2 دقري تمام؟ اذا عندي طريقتين لقياس زاوية A and B اما اجي اعين point A point N point B واوصل بين هاي ثلاث نقاط واقيس الزاوية او اقيس زاوية الـ SNA والـ SNB واطرح النتيجة احصل على الـ AMB صارت واضحة؟ صارت واضحة؟ بعد تب تب كلش مهمة هاي اجي اقول لكم يا طريقة تستخدمون انا اقول لكم الطريقة الثانية هي الطريقة الصحيحة يعني لازم اقيس الـ SNA واقيس الـ SNB واطرح ليش؟ لانه اولا تعطيني accuracy اكثر بالقياس هاي اولا وثانيا توضح لي وين الديفكت موجود بالماكسيلا او بالماندبل صح ولا لا يعني بالاس ان اي راح اعرف انه الماكسيلا نورمال او اب نورمال وبالاس ان بي راح اعرف الماندبل نورمال او اب نورمال ونتيجه الاي ام بي راح يمثل الريليشن بين الماكسيلا والماندبل تمام اذا الاس ان اي شو يمثل لي ريليشن اوف ماكسيلا تو ذا كرانيوم الاس ان بي بي الماندبل تو كرانيوم الاي ام بي ريليشن اوف ماكسيلا تو صارت واضحة كلش مهمة هاي تمام هسه عندنا مشكلة بالقياس سيفالومتريك لازم اكو مشكلة اذا ماكو مشكلة ما يسموها سيفالومتريك كمين يعني كمين كبير همين مو صغير ولو يعني الصورة مو مهمة ممكن اشرحها بدون صورة تابع هسه القياس صارت اثنين هو رينج بي الرينج مال اي ام بي بين الاثنين الى 4 بين الاثنين الى 4 دقري يعني اذا شخص جيتو جي وقريتو له الاي ام بي طلع القياس معك بين الاثنين او 3 او 4 دقري شو اعتبر له انه شخص هو كلاس 1 بالانترو بوستيريا القياسات مالتي راح اعرف عن طريق انه هو كلاس 1 لو كلاس 2 لو كلاس 3 صح ولا انترو بوستيريال يعني من الانتيريور للبوستيريور شو تكون القراءه مالتي تكون بوينت اي يعني اما كلاس 1 او كلاس 2 او كلاس 3 اذا جاء قست الاي ام بي طلع 2 الى 4 يعني اما 2 او 3 او 4 يعني معناها القياس مالتي انه شخص شو يكون كلاس 1 زين طب طب اذا كان القياس اقل من 2 معناه الشخص يكون لا كلاس 3 اقل من 2 صح ولا لا اكثر من 4 كلاس 2 انا اسهلها عليكم بالحفظ نشبهها بالاوفر جيت تمام
الاوفر جيل اذا قياس اكثر من 4 يعني 8 6 12 ما اعرف شنو كلاس 2 اقل من الواحد اقل من الاثنين ايش قد يكون كلاس 3 كل ما نقل نوصل للسالب يعني راح نتحول الى كلاس 3 نشبه بالبنو هايجين هذا مو شيء علمي يعني انا قاعد اسهل لكم الحفظ كقياس الاي ام بي مشابه لقياس الاوفر جيت تمام صارت واضحه المشكله وين عندي مشكله عندي بالاس ان اي بقى الاس والان والاي والبي يعني هذا الكولكشن كله عباره عن هاي الاربع نقاط الاس والان والاي والبي ننتبه الاس والان والاي كلها صارت بمقطع واحد صح البي الوحيد بغير مقطع اللي هو مقطع الماندبل اللي هو مفصول عن هذا تمام يعني اذا صار عندي خطا بالبوينت اي بوزيشن يعني انتم من جيتوا سويتوا الاس ان اي وخليتوا خطا بالبوينت اي ان العفو او بوينت اي تمام راح يصير الخطا عندكم خطاين مضاعفين تمام يعني احتماليه الخطا عندي بالاس ان اي اكثر من احتماليه الخطا وين بالاس ان بي اذا المشكله وين عندي بالاس ان اي الساينتست قرروا الاتي من اريد اسوي قياس الاي ان بي ويا قياس الاي ام بي لازم اسوي الخطوه الاتيه ب الاس ان هذا خط وحده تمام الاس ان هذا خط وحده اجي اشوف الزاويه بين الاس ان وبين الماكسيلر بلين الزاويه بين الاس ان والماكسيلر بلين الزاوية بين S N والماكسيلر بلين هو 5 إلى 11 ديجري. ليش سويت هاي الخطوة؟ لأنه المشكلة وين عندنا؟ بالS N A. تمام؟ الخطوة إنه أجي أقيس الزاوية مال S N ويا الماكسيلر بلين أشوفها بين 5 و11. إذا كان بين 5 و11 معناها ما عندي مشكلة. عندي حل الآتي لهاي المشكلة إنه ممكن يصير عندي خطأ. شو هي الحل؟ يقول لك كل ما اقيس الـ SNA اي زيادة عن الـ 81 درجة اي زيادة عن قياس الـ 81 الـ 81 هو النورمال مو؟ اي زيادة درجة بزاوية الـ 81 انقص نص درجة من زاوية الـ AMB اي نقصان درجة بزاوية الـ 81 أزيد نص على الـ AMB أزيد يعني العملية معاكسة تصير صارت واضحة ترى هاي يعني هذا البارت يعني ظلون تقولوا ما حتفهموا لازم تتابعون بعض من أجل أقيس الـ AMB أقيس الـ SNA وأقيس الـ SNB وأطلع الـ AMB تمام؟ لأنه عندي مشكلة بالـ SNA اقيس الزاويه بين الاس ان اس ان لازم تكون بين 5 و11 كان من هذا الرينج تابو اذا كان من هذا الرينج اسوي الخطوه الاتيه اذا قاسه عن الاس ان اي كان قياسه 81 اي زياده درجه على زاويه 81 انقص نصها للاي ام بي اي زياده نقصان درجه من ال 81 ازيد نص ممتاز صارت واضحه تمام إذا كانت هاي زاوية بين الماكسيلر بلين وبين الاس ان مو 5 إلى 11 ألغي هاي الخطوة. بس هاي زاوية يعني هي هاي اس ان ويا الماكسيلر بلين زاوية خارجية هنا. أوكي؟ صارت واضحة؟ وبهالطريقة أنا قصد الطريقة الوحدة للأنتروبوستيريا سكيليتال أوف ذا بيشنت. عرفت من خلال الـ AMB هو هل كلاس 1 أو كلاس 2 أو كلاس 3. صارت واضحة؟ الاوراق الحضور كتبتوها لاساميكم اساميكم حضور اوراق راح نكوس وراح اطلع ما بقى لي شيء دكتوره قلتي هذه الخطوه ما نحتاجها اذا مو ضمن هذا الرينج يعني ننزل بس هاي الزوايا بس هاي الزاويه بس هذا اسوي اول شيء هاي الخطوه اذا مضبوط هاي الخطوه اذا مضبوط هاي الخطوه يلا اسوي مال الزاويه هاي الزاويه تمام ازيد او انقص صارت واضحه عيني مهمه ترى هاي تمام يلا نعم الطريقه
التصنيفات اللي اخذناها العام كانت كلها دنتر ما انجل واندريوز العام اخذت اكثر من تصنيف زين هسه اللي ندرس سكريبت تذكرون اول شيء اول تصنيف باول المحاضرات الانترناشونال انجل كلاسيفيكيشن انا شفت لكم انجل كلاسيفيكيشن يعني على ياسر 6 6 يعني معناها قياس ما تشن يعني دلتا تمام تذكرون بالفاكتورز اللي يأثر على مال اوكلوجن اول فاكتور كان مال السبيسال فاكتور كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 اللي تنقاس على طريق السيفالومتريك هذا وكان شنو كان اسكريتال اعرف هذا الحجم ما كله وين اسكريتال اناليسيس تمام يعني هاي الخطوات الـ SNA والـ SNB والـ AMB هاي كلها تعرف شنو؟ إسكاليتا صارت واضحة؟ تمام؟ زين هو بالكلينيكال إكزامينيشن يعني ما يبين البيشنت إذا كلاس 2 كلاس 3 ما قلت هذاك اليوم هذاك المحاضرة إنه الأكيورسي 80% نحتاج نحصل على 100% هاي الـ 20 نحصلها عن طريق راديوغرافي مش في قلت؟ صح؟ كلامك صحيح؟ وبالكلينيكال تيجي من الاكسبيرينس يعني شخص البيجنر ما ممكن يعرف كلاس 1 كلاس 2 سكليتر لو دنتال لو وين وين الديفكت ما ممكن يكتشفها يعني والبيجنر يعني والاكسبيرينس بيشنت مو قصدي يعني انا الاكسبيرينس بيشنت لا الاكسبيرينس بيشنت هو الشخص اللي شاف حالات كلش هواي بحياته بحيث صار عنده فد روتين وبلش البدايات مالته عن طريق الراديوغرافي وعن طريق الدنتال كاس وعن طريق الفيجن انسايد دنتال كلينيك فصار عنده اكسبيرينس عالي يقدر يتحكم بالكلام مالته تفهمي شلون؟ هذا مقصد كلامي صارت واضحه؟ اوكي؟ اكو سؤال حد الان؟ زين بعد عنده بارتين من الانتروبوستيريال طب بعد عندي بارتين الطريقه الثانيه بالانتروبوستيريال يسموها بال بالارد كونفرجن اسمها هالشكل الطريقة شو تقول؟ بس الطريقة الأولى هي الـ AMB angle. الـ Ballard conversion لا تبعنا عساعة بس أشرحها هذول الاثنين وخلصنا. صرفت شو كلش بسيط. بعد الـ Ballard conversion تابوها ترى معقدة. همين. قول إنه أحد أسباب الـ class 2 والـ class 1 والـ class 3 هي الـ inclination of the teeth. الأسنان يعني هو سبب هو أحد الأسباب. يقول انه بهاي الطريقه بهاي الطريقه الثانيه بالاناليسيس مالتي بالبارت كونفرجن الغي الغي شنو الغي الانكلينيشن اوف ذا تيث احنا شو اخذنا منها بالدلتا شو نعرف انكلينيشن اوف ذا تيث اعرف انكلينيشن اوف ذا ابر تيث بالنسبه الى نورمال او اب نورمال اقيس لونج ارجز اوف ذا ابر تو ماكسيلاري بلين قياس 109 تذكرون هذا قبل شوي حكيته باللوار اقيس اللوار الى المانديبولار بلين لازم تكون 93 تمام؟ جاب البيشنت ابو ايش قلت عمره 27 قلنا 27 هي 100 اي 127 127 عندك كلاس 2 كلاس 2 اذا تعرف هو كلاس 2 دنتال اوسكيليتالي تمام؟ قص اللونج ارجز اوف تيث شو ما قلنا ايش قلت 120 ناقص الزاويه اللي هي 120 القصة اللونج أكسس مال الأبر إنسايزر تو ماكسيلاري بلين كان القياس كان 134 ممكن أخذ شوية شكل الدرجة يعني معناها الأبر إنسايزرز آر بروكلاين بارزة اللي قدام تمام لحد الآن زين بارزة اللي قدام اللور إنسايزر قصتها طلع القياس مالته 94 شوية زيادة عن 90 أو عن 93 نقدر نعتبرها نورمال يقول لك بارت كونفرجن الآتي أسوي prognosis tracing. سامعين بهاي الكلمة؟ tracing شنو هو؟ إنه إحنا نرسم السيفالومتريك للبونز ونسوي النقاط ونرسم البلينات ونحصل على الأنجل صح؟ prognosis tracing يعني كأنه أصلح الوضعية تمام؟ وأسوي tracing. prognosis tracing يعني شنو معناها؟ يعني شخص جاني عنده مشكلة ما له كوجين كلاس 2 عرفت الكلاس 2 واخذت السيفالومتريك مالت اللوخ مو سويت له تريسينج هذا التريسينج هو شنو بروجنوسيس يعني شخص متحسن وضعيته وسويت له تريسينج للمره الثانيه شوف الفرق بالشغل مالي انه صار زين ما صار زين تمام اسوي بروسس برو يعني لا اسوي هاي الحاله قبل ما اسوي التريتمنت يعني شلون
الشخص جيت وقصت الانكليشن مال الانسايزرز. اول واحد طلع 103 34 والثاني طلع خلينا نقول 94 خلينا نقول 98 تمام. اجي اعدل الانكليشن قبل ما اسوي تريتمنت بالسيفالومتريك، يعني ارجع ال 109 اعتبر انه عالجته، اعتبر انه هذا البروكنيشن انا عالجته، ايش قد ارجع ارجع ال 109 يعني اتلاعب بالانكليشن اوف ذا تيث تمام. ال 134 احولها لل 109 واللور انسايزرز ال 98 احولها لل 90 تمام. ورا ما اعدله بالسيفالومتريك مو انسايد ذا بيشنت ماوث، ورا ما اعدله انسايد السيفالومتريك بالتريسنج مالي بروجنوزس تريتمنت اسوي له اقيس الاوفرجيت بين الابر واللور تمام. من اقيس الاوفرجيت يعني تقريبا اقيس الاوفرجيت مشابه لقياس طريقه الاي ام بي تمام. اذا قستها الى ظلت الريسيديوال اوفرجيت مساويه بعد اكثر من الاربعة دقري معناها الشخص هذا هو كلاس 2 وسكليتال وليس دينتال. ليش؟ لانه لغيت الدينتال بروبلم. ليش هذا الحكي صار؟ تعرفون ليش هذا الحكي صار؟ لانه مرات الشخص هو كلاس 2 سكليتالي يعني العظم مالته بارز، العظم مالته مال لور راجع ما عندي مشكله، بس اثر لي على السوفت تشو، السوفت تشو اثر لي على الدنتيشن وصار عنده انكليشن بالتيف، صح ولا لا؟ يعني شو يسمى هاي الحاله؟ دنتو الفيور كومبنسيشن. هذا دنتو الفيور كومبنسيشن انا لغيته بهاي الطريقه بالبارت كونفرجن تمام. يعني اي شخص يجينا اخذ سيفالومتريك اسوي له تريسينج تمام، اعين كل النقاط. اول خطوه اسويها اعين الانكليشن اوف ذا ابر تيف والانكليشن مال اللور تيف، عندي زياده او نقصان ارجعها للطبيعي. ورا ما ارجعها للطبيعي شو اسوي وراها؟ اقيس اوفرجيت تمام. كميه الاوفرجيت اقيسها اذا كان ضمن الطبيعي اذا معناها شخص هو دينتال، اذا كان بعد زايد شنو معناها؟ سكليتال. صارت واضحه؟ اكو سؤال؟ ترى صعب هذا البارت كونفرجن تمام. والتوضيح اكثر شو حتشوفوها بالمحاضره موجود جوا المثال جوا الصوره تمام. زين اخر طريقه ووتس اناليسيس. ووتس اناليسيس هي عباره عن استخدام الريليشن بين الماكسيلا والمانديبل تو ذا فانكشنال اوكلوزال بلين. شنو هي الفانكشنال اوكلوزال بلين؟ يعني اولا التيث اندنت ان ارتكيوليشن تمام. هاي الطريقه اولا من اسوي هاي الحاله انه الابر تيث ويا اللور تيث، الابر تيث ويا اللور تيث راح يصير عندي هنا نقطه يلتقون تمام. هاي النقطه اللي يلتقون بها هاي اول نقطه، الابر 6 ويا اللور 6 نقطه يلتقون بها، اوصل بين النقطتين احصل على فانكشنال اوكلوزال بلين. بالوث اناليسيس يقول انه اعين بوينت A واعين بوينت B وارسم لاين من البوينت A perpendicular على الاوكلوزال بلين، وارسم لاين من البوينت B يكون perpendicular على الاوكلوزال بلين. النتيجه شو تصير؟ يصير عندي نقطتين على الفانكشن اوكلوزال بلين، واحد نازل من ال A والاخ صاعد من ال B تمام. هاي النقطتين الفرق بيناتهم يمثل لي الانترو بوستيريور ريليشنشيب. الفرق مالتهم لازم يكون بوينت A فرقه عن بوينت B درجه واحده بالميل و0 ديجري بالفيميل. صارت واضحه؟ بالوت اناليسيس اوراق واقلام واساميكم على اوراق واقلام السريع. بالوت اناليسيس يلا عيني سريع 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 عم تخلص اوراق واقلام واسماكم على اوراق واقلام وربع ورقه ربع ربع كلش صغيره. من بوينت A انزل على الفانكشنال اوكلوزال بلين ومن بوينت B انزل على الفانكشنال اوكلوزال بلين، الفرق بيناتهم يمثل لي الانتروبوستيرور ريليشن شيب. بس عندي ديفيكولتي بالوت اناليسيس انه عمليه تحديد الفانكشنال اوكلوزال بلين مو سهل. يتعرض انه البيشنت ممكن ما يصير اسانه اثناء السيفالومتريك احد الاسباب، او عندي مشكله بتعيين اللونج ايز اوف ذا تيث فما يتعين لا بوينت A ولا بوينت B تمام؟ هاي احد المشاكل. اخر شيء هي السوفت تشو. انتبهوا السوفت تشو اكثر شيء نحتاجه بالاورثوغنوتيك سيرجري. بالأور...
اورثوجنثيك سيرجري بالسوفت تيشو ام دي 3. طبعا هو طبعا واي اناليسس واي كلينس واي شغلات بس اتلافقتكم مهم انتبهوا لها ترى صعبه. ثلاث اناليسس رح تاخذون 1 2 3. اول وحده يسموها بال هولد اواي لاين هولد اواي لاين اساميكم كلها على اوراق هولد اواي لاين اللي هي اللاين تبولها اللاين اللي هي يطخ عند التيب اوف ذا تشين هاي ويا التيب اوف ذا ابر ليب. يعني ارسم لاين بالسيفالومتريك من التشين تو ذا تيب اوف ذا ابر ليب مفروضه بالنورمال كونديشن بايسكتينج تو ذا نوز تشين ابر ليب بالنورمال كونديشن مفروض شنو بايسكتينج ذا نوز. بس والله واحد خشم كبير كل العراق خشمهم كبير كل العراق خشمهم عريض وليس كبير يعني بارز. المهم اول نسوي عملية مصعدة الخشم كلها هسه نسوي عملية زين تطلع القراءة خطأ اذا هذا ما حلو نختار غير واحد. ريكتس اي بلين ريكتس اي بلين ريكتس اي بلين ريكتس اسم العالم اي بلين تشن to the tip of the nose. لا هذا lip. هذا lip. chin lip. أمه هسه chin هذا chin nose. هس إدز مو chin هذا قصة. واحد صبروني. chin nose. دكتورة chin هم يقصوا هسه. أبو هسه قاعد أقول لكم نخاف هسه chin و tip of the nose. مفروض بق مفروض. لأنه هو هشكي المائل الجن أقرب راح يكون اللور لب. اللور لب مفروض أن يكون 2 مليمتر anterior to the line تمام؟ والأبر لب لازم يكون further more posterior. انتبهوا اللاين هي chin to the nose ورا الخط لازم يكون مباشرة إيش عندي 2 مليم لازم يكون عندي اللاين اللي اكثر ابعد منه منه لازم يكون الابارلم. صار واضحه؟ هاي الطريقه هم حلوه. الطريقه الثالثه يسموها بالفيشل بلاي من البوينت ان ما سوفت تيشو بوينت ان سوفت تيشو يعني سمول تمام تو ذا تشين هذا التشين تمام اقطعها ويا الفرانكفورت بلين احصل على زاويه مقدارها 86 درجه point and soft شوية جن تنقطع ويا الفرانكفورت بلاي احصل على 86 درجة والبوينت A لازم تكون ضمن هذا البروسيجر. انتوا اللي وراكم الامتحان اساميكم تكتبوا عليها هاي عشرات الجميع ترى شكون هنا يحضركم ورقة الحضور بلاع هاي لصصة.